مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معانا وليلة جديدة من ليالي الكويت. ومثل ما سمعتوا هالموسيقى الجميلة تذكرنا بأيام جميلة وأجمل شهور السنة على الإطلاق. مساك الله بالخير عبد الله. مساء الخير غادر. كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. كل السادة المشاهدين أكيد اللي قاعدين يشوفون الاستوديو شو متزين ومبين أن اليوم راح يتم الهلال رمضان. أكيد وإعلان أكيد دورة برامج ومسلسلات شهر رمضان الكريم من خلال هذه الشاشة المميزة اللي بالفعل فيها الدورة مفاجآت، فيها مجموعة من المسلسلات وفيها رواد وفيها أعمال راح نتعرف عليها بشكل كامل اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. إذن الإعلان الرسمي عن مسلسلات وبرامج ومسابقات رمضان راح يكون من خلال برنامج ليالي الكويت. اليوم راح نتكلم عن الدورة الرمضانية اللي يعني خذت وقت طويل بالإعداد لها بكل اقتدار علشان تطلع لكل مشاهدينا وين ما كانوا يتابعون تلفزيون الكويت بما يسرهم ويرضيهم في هذا الشهر الفضيل، سواء من برامج دينية وأيضا ثقافية ومنوعة، برامج الطبخ، المسابقات، المسلسلات الكويتية الجميلة راح تنور شاشة تلفزيون الكويت إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا مثل ما قلت غادي، المسؤولين في وزارة الإعلام حرصوا بأن تكون الباقة متنوعة من خلال البرامج، أيضا في تركيز على الطفل إن شاء الله راح نشوف من خلال هذه الدورة. فكل البرامج المنوعة وغيرها من البرامج اللي دائما تحبون تتابعونها، المسلسلات المختلفة والحصرية إن شاء الله موجودة على شاشة تلفزيون الكويت. العمالقة كلهم عمالقة الفن الكويتي راح تشوفونهم في الدراما، الكوميديا، إن شاء الله ما في بكي، يكون كل الأعمال حلوة. بس في بعض الأعمال من اسمها مبين أن فيها شوية بكي، لكن يعني لها جمهورها أكيد. والكوميديا والمسلسلات الجميلة راح تكون أيضا على مدار 24 ساعة من البث خلال الشهر الفضيل. فنقول كل عام وانتم بخير وصحة وأمن وأمان، ويرجع لنا رمضان كل سنة وإحنا بخير وبلدنا وديرتنا بأمن وأمان. فراح نبدي معاكم الإعلان عن برامج رمضان. معنا ضيوف كثر يمثلون كل نجوم الأعمال الرمضانية اللي مشاركة في شاشة تلفزيون الكويت. راح نعلن عنها إن شاء الله خلال الدقائق هذه، لكن نبي نشكر التزيين الحلو اللي موجود اليوم على الاستديو من أختنا سحر الرشيد، سحر رشيد، اللي هي يعني زينت هالاستوديو من فرش كوتور. قاعد تشوفين كل سنه يكون معانا تزيين جميل، يعني يبشرنا بهلال رمضان ان شاء الله. صحيح يعني. صحيح. اذا خلكم ويانا مشاهدينا ولا تبعدون، اعلان برامج رمضان ومسلسلاته راح تكون معانا، فخلكم ويانا. مسلسل البوشية. أعطى 200 سجل عليه 300. عاد شوف بنتك تصرع تحت الفراش تخاف. كلكم راح تشوفون العم أحمد وإن شاء الله ما راح يقصر معاكم. حياك الله، يا هلا ومرحبا استاذنا الكبير محمد جابر. كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك ان شاء الله. وانتم بصحه وسلام ان شاء الله. كل عام وانتم بخير ابو خالد، نورنا وراح تنور كالعاده شاشه تلفزيون الكويت. حبيبي حبيبي. اليوم قاعدين نتكلم عن مسلسل البوشيه، ومتعودين على محمد جابر دائما بالادوار المميزه القريبه من القلب، فكلمنا شوية عن دورك بالبوشية. لا شوف، هي عامة المسلسل تراثي. نعم.
وأنا أموت في شيء اسمه تراثي. صحيح. يعني حتى لو يقولوا لي بدون مقابل أروح. أحب التراث. حلو. يذكرك بأيام جميلة. إيه. يعني أستمتع فيه وأحط بهارات عليه. مثلاً دوري أنا الخال حق أستاذ محمد الصيرفي. نعم. ملعوزني. مكسف بحالي وحال امه بعد. لا حول الله. وطق طق السنه بساعه. الحين ما عرفنا هو الشري ولا حضرتك الشري. لا انا طيب. انا طيب. فيها كوميديا؟ كلها كوميديا. كلها كوميديا. فيها من العيدروسي ولا ما فيها؟ لا العيدروسي لا. زين ابو خالد، التجهيز حق هذا العمل هل هو ديكور مبني صورتوه في شنو المكان شنو كواليسه؟ لا اللي صورناه في مزارع الصليبية. إيه. أعرف شلون كله بنيان طين قبل. حلو. مال قبل والبيوت القديمة وهذا الحمد لله يعني. يعني شاركني في البطولة. نعم. أخوي رفيق دربي جاسم من النبهان. إيه نعم. أخوي عبد الرحمن العقل، محمد الحميلي، مجموعة كبيرة، محمد الصيرفي. كبيرة محمد. يعني. مريم الصالح. نعم. مريم صالحيتنا بالآخر. صحيح. لا خوشية مع راح تكون. زين شنو فرقها عن المسلسلات التراثية اللي سويتها بالسابق أبو خالد؟ لا كل القصة مختلفة. يعني حدوتة هذه غير. إيه. والمسلسلات الثانية غير. شنو حدودة هذه؟ حدودة هذه على أساس إنه يعني محمد جابر عايش بروحه، نجار يشتغل بالنجارة ما أدري شنو. ويسوي المحمل ماكو. أنا دائما أشتغل في المحامل. عرفت شلون؟ ويا أخوي جاسم النبهان كان هو نأخذه وحنا يعني عمال تحته. فتشوف يعني ماكو وناسة شغلنا وناسة. يعني المشهد نقوله وحنا ميتين ضحك يعني وناسة. جميل. دائما لما تكون الأجواء حلوة بكواليس العمل، لما يكون النجوم يعني يحبون بعض بصدق، هذا كله يبين على الشاشة والناس دائما تستشعر هالشيء. هذا هو بيني وبينك والله المسلسل هذا أحبه يعني غير طبيعية. أي. يعني حبنا لهذا المسلسل وحبنا للناس شو السر؟ اللي ويانا غير طبيعي. أكثر شيء علشان ربعك الفنانين المشاركين ولا الحبكة عاجبتك؟ لا والله الحبكة حلوة. لا الحبكة الحمد لله شوقنا يعني. الناس وايد اليوم الناس يشوفون هالعمل. الكاتب أكيد بدع في هذا العمل. نعم. والمخرج بعد أخذها بحبكة يعني جديدة راح نشوفها على شاشة تلفزيون الكويت. وخطوط يعني تشوف محمد جابر له خط، تشوف جاسم النبهان له خط، العقل له خط، فلان له خط، يعني مريم لها خط. نعم. جميل جدا. نقول لك كل عام وانت بخير. راح تنور شاشة تلفزيون الكويت برمضان إن شاء الله، وينعاد عليك إن شاء الله كل سنة وكل عام وانت بخير وأمن وأمان يا رب. منور بوجودكم حبيبتي. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. احنا شفناكم انت جاي مستغرب شوي ولما وصلت هني للمكان. ايش حق وقفتوني بالنص؟ عشان إضاءتك. وانت منور اكيد. حبيبي حياك الله. يعطيك الف عافية وشكرا. الحين اروح؟ والله اللي يريحك، بس اذا عندك اي كلمة اخيرة تبي تقولها حق مشاهدين تلفزيون الكويت شو تقول؟ حبايبي شاهدوني أنا وإخواني وأخواتي في البوشية إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. حياك الله. راح تشوفون إن شاء الله مشاهدينا أبطال المسلسل عزيز الروح بعد الفاصل. خلكم ويانا. مسلسل عزيز الروح. السنين تركض وما نحس فيها. هذه حال الدنيا يا إبراهيم، كل صغير يكبر. خوفي من الناس اللي خلاني أظلمكم وأحرمكم وأغبي عليكم، سامحني يا ولدي.
يا سلام عليكم، منورين استوديو ليالي الكويت، وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. حياكم الله استاذة الكبيرة هدى الخطيب والفنان الشاب احمد النجار، حياكم الله منورين معنا اليوم. الله يخليك عرضك. كل عام وانتم بخير والمشاهدين ان شاء الله بخير، ومبروك عليكم رمضان مسبقا ان شاء الله ينعاد عليكم اعوام عديدة بالصحة والعافية. امين امين يا رب العالمين. هالسنة مشاركين بعزيز الروح. وإحنا تعودنا على أبناء المنصور الإنتاجات المميزة، وكنا قابلنا نجوم المسلسل أثناء التصوير وقالوا لنا وايد أشياء أستاذة هدى. قالوا لنا وايد كواليس. الله يستر الله يستر. قولي لنا، إحنا قالوا لنا عن شقاوة أحمد وعن أداء الواحد. إيش رأيكم؟ شو اللي يميز دوركم هالسنة بعزيز الروح؟ السنة من فضلك يعني سيدات ولدي سير. السنة ما راح يكون تراثي طبعا، هو عمل مودرن. نعم. يعني بيكون من الحقبة القديمة مثلا الثمانينات، وننتقل على طول للحقبة الجديدة هذه. يعني 2023. في يعني هو ما نقدر نتكلم عن القصة ككل، إنما هو عمل اجتماعي، عمل فيه كثير من المفاهيم كما تعودوا عيال المنصور أن يقدمون عمل يكون نظيف وجميل. وأكيد التلفزيون الكويت كل أعمالهم يعني اللي يختارونها فعلا تكون مميزة، يعني فيها هدف، فيها درس صحيح للمفاهيم وللأخلاق وللدين وكذا، ويتكلم عن كيفية يعني الإخوان وتعاملهم مع بعض. يعني مرات يصير خلافات بينهم بين الإخوان ولا يصير، فنبي نعرف يعني شو اللي يحدث في داخل عائلة واحدة. حلو يعني ممكن إن شلون يفترقون ولا ما يفترقون ولا يردون ولا. في قيمة بالعمل يعني قيمة توصل للمشاهد. هي القصة إن أنت يعني دائما لازم الإخوان ما يفترقون. أي. فهاي القصة يعني باختصار. أكيد يمكن ما نقدر نتكلم، خايفين من حسين المنصور زفنا ما قال لكم، خايفين من حسين المنصور. أحمد، من بدايتك في الوسط الفني ويختارونك حق الأدوار هذه اللي بالثمانينات، فأنت بدايتك من المسلسل من الثمانينات وطالع ل 2023؟ لا لا، هالمرة غير، هالمرة غير غير مرة واحدة، يعني حتى ما راح تشوفون أحمد هذا خلنا نقول الرومانسي هذا، هالمرة أنا طالع راح أقول شرير شري يعني هالمرة بالعمل ويديد على مثل ما قالوا عمل مودرن، راح البس لكم بدل وهذا شيء جديد ان شاء الله، شيء جديد. هو هاي حقبه الثمانينات الان صار مثل عرف سائد في هذا الزمن. صحيح. ان كل الاعمال تبدي بالثمانينات او ان الحقبه باكملها يعني دائما فرشه القصه تكون هي بدايه. انا اقول لك ليش، لان حقبه الثمانينات اعتقد ما حد فينا من جيل قديم او جديد ما حب الحقبه. أي. هذه الحقبه صحيح. الذهبيه انا مسميتها. أي. فكان بداية هذه النهضة الحلوة والتبديل والأسواق اللي صارت يعني فيها زخم كبير من جميع الدول العربية بالتجارة وكذي وهذا، فصاروا الناس خلاص أقبلوا على الحياة هذه، يعني كان في فعلاً كأن حياة جديدة. وإحنا مشتاقين حق عودة يعني الفنان كبير أحمد منصور وحسين المنصور وعودتك معاهم من أيام القرار الأخير وقبلها، يعني بهذه الأيام الحلوة على عمل يكون مودرن ويكون مختلف والناس يعني يتذكرون مثل هذه القصص الجميلة. هو أنا إحنا نحب عيال المنصور لأن إحنا ما نحس إنه إحنا غريبين عنهم. لا، إخواننا طبعًا. أنا أحمد تو جديد، هذا داش علينا كذي يعني دخيل هذا علينا، بس عيال المنصور ما شاء الله يعني قد ما نقول عنهم عن أخلاقياتهم وعن أدبهم وعن مراعاتهم للفنان اللي معاهم، يعني مو بس حتى في البيت، يعني لما أكون معاهم في البيت أيضا يشعرون أني أنا واحدة منهم، فلذلك يبغون يغيرون اسمي الحين. شو بسموه؟ بدل هدى الخطيب يسوون هدى المنصور. كل يوم عندهم. طيب أحمد، شو اللي يميز هالدور هذا؟ يعني إحنا شفناك بأدوار صراحة مؤثرة، ومن ظهرت وأنت قاعد تأدي دائما حتى وإن كانت أدوار رومانسية، لكن دائما يكون فيها شيء من الأدوار المركبة اللي فيها بعض العطاء النفسي المعين، فالخط هالمرة وين رايح؟ أنا هذا الخط بالنسبة لي يعني خلنا هو موضوع شر، في حالات على قولتهم أكثر من حالة، في بالنسبة لي أنا مركب
اكثر من اللي كنت انا اخذه. تحدي بالنسبه لي انا الحين توني اسالها اقول لها ما ادري شفتي شيء ما شفتي شيء طالع زين ولا مطالع زين. ان شاء الله طالع زين ما بقول لازم يشوف ويانا انا نفسي ما احب اشوف. اي ان شاء الله اكيد راح كل المشاهدين يتابعون خلال شاشه التلفزيون الكويت. نتمنى ان شاء الله يكون عمل يعجبهم باذن الله. شنو تقول لهم اللي قاعد يتابعونكم؟ نقول لهم مشكورين على المتابعه اولا ونتمنى ان يتابعونا ان شاء الله، بس لا تحكمون من أول شيء. الحلقات الأولى خلوها بعدين بتعرفون كل التأويلات والتساؤلات هذه. طبعا احنا نطالع السوشيال ميديا ونضحك يعني اللي قال ليش كذي وما كذي يعني اصبر يا عمي انت شوف الأخير وبعدين بتعرف. بس ان شاء الله راح يعجبهم يعني انا متأكدة انه يمكن اعمالنا احنا يعني وبالأخص عيال المنصور دائما عندهم لهم الجمهور النخبه صحيح. انه لازم يكون ناضج عقليا وفاهم شنو اللي بيصير وكذا وهذا، والتاويلات نخليها حق الصغار وان شاء الله عاد نطلع بياض وجه باذن الله. احمد عندك كلمه تحب تشوق فيها المشاهدين؟ اشوق فيها المشاهدين شوفوني ان شاء الله هالسنه ان شاء الله يعني تكرهوني مو شيء مو زين ان شاء الله تكرهوني من دوري وعساكم من عواده ومشكورين على الاستضافه و كلامته بخير. على فكره انا احب اشتغل ويا احمد يتميز بشيء معين والله العظيم عشان قدامه هو يعرف انا ما اعرف اجامل انا وايد دفشه في هالمواضيع ف يعني من اول مره شفته في ناس فعلا بالفطره هم داخلهم فنانين لا يحتاج الى يعني انك تتعلمه، في ذكاء في ثقافه في الموضوع. فاحمد من اول يوم اشتغلت معاه كان اقول له انت راح تصير للاسف نجم للاسف الشديد راح تصير نجم صار ما شاء الله عليك حماس حق هذا العمل عزيز وروح ان شاء الله على شاشه التلفزيون الكويت. كل شكر لكم على وجودكم. شكرا لكم وانا يعني افرح بشوفتها بصراحه حبيبتي حبيبتي استاذه فدا ما شاء الله الاناقه والجمال حبيبتي الله يطول بعمركم والتلفزيون الكويت دائما وابدا على استضافاتهم الحلوه وعلى المذيعين المثقفين الحلوين حبيبتي نشكرك والله العظيم فرحت بعد ونحكم على المسلسل والمشاهدين كلهم على هاشتاج عزيز الروح عزيز الروح عزيز الروح. بس اذا ما عجب شيء الله يخليك تدقين لا تدقين على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم ومشاهدينا بعد هالفاصل راح يكون لنا حديث عن مسلسل قرة عينك فخلكم ويانا. مسلسل قرة عينك هذه بنتي فاطمة. متى ببلش اسوي عمليات ان شاء الله؟ ويهك سامع شيباتك، شيبات واحد ينصح ما يصرخ. حياكم الله معنا مرة ثانية. حلوة يعني اختيارات اليوم كلها تراثية وقديمة وكويتية وكلها تمشي مع أكيد بقبيلة بعد. كنت أنا قاعد نتكلم قبل الفاصل بقبيلة، لكن على العموم مشاهدينا احنا يمكن الأسبوع الماضي استضفنا سيدة الشاشة الخليجية الأستاذة الكبيرة حياة الفهد وتكلمت يعني بإسهاب عن مسلسل قرة عينك. اليوم راح نتكلم معاها بعد مضي هالأيام البسيطة وخلاص الأسبوع القادم إن شاء الله راح يبدي الشهر الفضيل. نقول كل عام وانت بخير يا أم سوزان ومبارك عليك الشهر. انت شنكم ولعتوا علي وايد وايد للامانه وايد والله العظيم. حبايبي كل عام وانتم بخير وان شاء الله ايامكم سعيده
ويجعلها إن شاء الله سنة خير على الأمة الإسلامية والعربية عامة يا كريم. الأمن والأمان لديرتنا الحبيبة ودول الخليج عامة والدول العربية يا كريم يا رب. سوزان يعني خلال هالأسبوع اللي بعد اللقاء لليوم وايد شفنا بالسوشيال ميديا تفاعل مع الإعلانات اللي المخرج سعود بعبيد مو مقصر قاعد ينزلها بين فترة والثانية، وشافوا شخصيتك وشافوا يعني أمور حلوة تبشر بالخير. يا رب الله كريم إن شاء الله. الله كريم. يعني احنا قاعد نشوق المشاهدين بشكل كبير، خصوصا بعد اللقاء وحديثك عن كواليس المسلسل، الناس صارت مستعده ان هي تشوف وتتفرج على المسلسل على شاشه تلفزيون الكويت ان شاء الله. ان شاء الله. عطينا لمحه ولو يعني تشويقيه بسيطه، خلينا نعلق المشاهدين اكثر. والله ما ادري ايش اقول لك يعني، بس ما شاء الله الجماعه يعني الشباب خاصه أدوا أداء مو طبيعي وتفانوا بعملهم وبذلوا جهود مو طبيعية. يعني حاولوا أن يعملهم كل واحد يعمل له كاركتر خاص فيه، ويكون الكاركتر هذا خفيف وحبيب للناس، قريب من الناس. فيا رب إن شاء الله يكون العمل كله خفيف على قلوبكم. إن شاء الله. واضح أصلاً من المقاطع، يعني مقطع لما تدخلين الشركة وفي روبرت هذا وتكلمينه باللغة العربية. قاعد أشوف تفاعل كبير صار وياهم سوزان. إن شاء الله. وبعد أعتقد ما شفنا شيء، في بعد يعني مشاهد هم كثيرة وفي كمية كوميديا موجودة في هالعمل. مو بس كوميديا، كمية بكي. ورانا بكي. هذا جديد، هذا موضوع جديد. لا لا لا، بس ختامها جميل راح يكون. أيه. إن شاء الله يسعد الناس بإذن الله. إن شاء الله كل عام وانت بخير، ومبارك عليك الشهر مقدما، والله يتقبل صيامك وطاعتك ويعطيك كل اللي تتمنينه يا رب. أجمعين حبايب قلبي، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا للفنانة الكبيرة وسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد. شكرا جزيلا. راجعين لكم بعد هذا الفاصل، راح نتكلم عن مسلسل اسمه دروب السعي مظالم. اسم طويل ومشوق. بس في حزن شوية. جاهز يكون معنا الفنان الكبير عبد الإمام عبد الله، خلنا نستقبله. حياك الله. حياك الله استاذ عبد الامام، سعداء جدا بوجودك معنا، وكل عام وانتم بخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين. مشكوره يا غاده، شلونك استاذ عبد الله؟ الله يسلمك. الله يخليك. الله يخليكم، كل سنه وانتم طيبين، والله يعيد ان شاء الله رمضان وغير رمضان على ديرتنا وعلى امنا وحبنا للخليج كله. الله يا رب. يعني اسم المسلسل ترى اكثر شيء يعني يجذب ويأثر في دروب السعي بظالم. إيه؟ عدل. إيه، كاتب الأستاذ مشاري العميري. نعم. حقيقة يعني ما بيمدح في الكاتب، معروف أعمال التراثية الجميلة، أعمال درامية جدا رائعة اللي قاعد يكتبها، ويكتب من واقع الحياة. صحيح. ويعني أنا دوري يحصل في الحياة اللي قدمتها خلال المسلسل في دروب السعي مظالم، كل يصير وايد يعني. نعم. إنسان البخيل اللي حتى زوجته وأولاده مثل ما يقولون قاض في ايده. أي. يعني مو مع انه يملك. نعم. يعني الدور انه تملك انت ملايين، البخل هذا يعني اوكي تبخل على الناس ثانيين كذا انت، لكن ويا اهلك وزوجتك واولادك ما يصير. لكن اكو ناس في الحقيقه كذي، وهذا اللي جسده الاستاذ مشاري بهذا، واخراج الاستاذ محمد طواله. مسلسل وايد جميل، واتمنى ان شاء الله يعني انا ما بيمدح فيه لان انا فيه. لا بس انت راح تكون منور ان شاء الله. الله يخليك. اجواء شنو، تراثيه ولا مودرن؟ لا مودرن.
مودرن اي يعني العصر الحديث في العصر الحالي يعني عاد البخل هاليومين زايد يعني فعلا شخصيه من الواقع. راح يكون وياك طبعا الاساتذه الكبار عبد الحمال عقل واحمد مساعد وهيفاء حسين ماجد مطرف ومجموعه من الشباب ايضا. اي نعم. اكثر شخص تكون وياه بالمسلسل منه؟ يعني اكثر شخصيه تكون احتك وياه؟ تحتك وياه. ما احتك وياهم كلهم هذول اللي ذكرتهم. منو غير منهم؟ ها؟ غيرهم منهم الاعمال اللي وياك او من الفنانين؟ لا هم هذول اللي ذكرتهم الاخت غاده الحين هذول قصدنا تشترك مع منو؟ لكن اختلاطي مع ممثله نسيت اسمها حقيقه لان اول مره من الشباب الصغار؟ لا يعني مره كبيره على اساس انه اي وهذا فاكثر شيء اختلاطي معهم طبعا انا التقي مع الأستاذ عبد الرحمن العقل أو مشهدين كذي بس يعني الخط مالي متغير عنهم كلهم. بنشوفك بشكل جديد هالسنة شخصية جديدة على عبد الإمام عبد الله؟ يعني تقدرين تقولين كذي. حلو جميل. على فكرة يمكن أنتم ملاحظين أن الحمد لله يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنا ما أكرر نفسي. صحيح أي والله يعني ما أكرر نفسي صحيح. لما أقرأ العمل وأشوف أن أنا سويت الدور هذا من قبل أعتذر على طول. تحب أن دائما يكون في اختلاف في نقطة تقدر تنطلق منها مغايرة للأدوار السابقة طبعا يعني أنت لازم تنوع صح يعني تمسك بخط واحد تملك العالم يملونك نعم المشاهدين يعني والله يعني ما نبي هالكلمة هذه يعني صح. فنبي نغير علشان الواحد يستمتع لما يشوفك مثلا وحضرتك لك مسلسل واحد برمضان هالسنه ولا في بعد مسلسل ثاني مسلسل ثاني مجاريح مع القديره الساده سعاد عبد الله هم راح يكون ان شاء الله على شاشه التلفزيون الكويت كلهم اثنينهم على خلينا نتكلم شوي عن المجاريح دام موجود معنا والله انا قالوا لا تتكلم عن المجاريح ليش كانوا يقولون لان الساده سعاد بتيكم يعني او اتصال راح تكون هي ويانا بعد شوي بس نبي نتكلم عن دورك يعني بس هم لازم ناخذ منك يعني على والله أقل دورك. دوري في مجاريح دور رائع ومختلف تماما مثل ما قالت الاستاذه غاده من شويه اول مره يعني انا زوج سعاد في المسلسل نحتك احتكاك غير عادي وانا قالت يعني سعاد لا تقول التفاصيل اكثر طيب لكن خلينا نقول انه يعني اول مره يعني اول مره ويا الاستاذه سعاد في الدور هذا اني اقسي عليها وادخلها السجن تقعد سبتي انا 36 سنه بالسجن اوف 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 يعني داشه شابه وتطلع كبيرة الناس بتشوفك هني مدخل سعاد عبد الله السجن والمسلسل هناك بخيل يعني ظالم بالشغلتين العملين متنوعين يعني واحد صحيح. مختلف عن الثاني فعلا. وكل واحد دور وخط بروحه ما له شغل بالمسلسل الثاني صحيح فيعني انا حبيت المسلسلين حقيقه لان اثنينهم متنوعين وبينعرضون بشهر واحد شهر الفضيل شهر رمضان ان شاء الله الله يعيده علينا وعليكم امين يا رب يعني مستمتع انا بالادوار هذه اي والله ما ابي اتكلم تبون تفاصيل والله ودك تقول احنا بعد ما نبي نخلع المشاهد لا شيء رمضان الاسبوع الجاي ان شاء الله ان شاء الله يعني انا اتوقع يعني حسب الارصاد ان الخميس اللي جاي دور اليوم ان شاء الله رمضان يعني تبوني اقول يعني نبي المشاهد هو يشوف العمل ويتابع نعم لأن على فكرة أنا حتى عيالي ولا ما تقولون إيش بيصير الحين وهذا أقول لهم ما أدري شو ما تدري أنت في المسلسل قلت له ما أدري إنزين تقعد تتابع نفسك برمضان يعني حالك حال الجمهور إيه تقعد وتشوف إيه المسلسلات اللي أنا فيها إلا إذا كنت مسافر ولا هذا شيء ثاني لكن أتابع لأن شنو أشوف مثلا هني أديت مو الأداء اللي أنا بيه حلو أو هني مثلا يعني يعجبك الأداء مثلا يعني يعجبني يعني أتصيد على نفسي إذا في أخطاء ولا هذا علشان تصلحها في الأعمال اللي جاية وأنت ناقد شوية قاسي على نفسك يعني في المتابعة يعني لما تتابع تنتقد نفسك كذي بقسوة ولا لا تحس أنك يعني الحمد لله أديت جيد لا وأنا عندي بناتي يعني كلهم خريجين الحمد لله يقسون علي اي والله العظيم لان يعطونك يعني يتابعون الصج يتابعون الصراحة. يتابعون اعمالي ويناقشوني مناقشات حاده نعم نعم فايش تبينا نسوي يعني فاعتبرهم شنو
من الجمهور. الجمهور يعني. أكيد. لأن الجمهور أنت شخصية عامة، من حق الجمهور أن يناقشك. صحيح صحيح. أستاذ عبد الإمام، يعني هالسنة على شاشة تلفزيون الكويت عملين مثل ما تفضلت، كل واحد مختلف عن الثاني، بس لما بالبداية نعرض عليك العملين وافقت على طول ولا صار في تردد إني ما بأنزل في شهر رمضان في أكثر يعني من عمل؟ لا يعني أنا أقول لك بالنسبة حق مجاريح، أنا كنت في القاهرة. نعم. أقسم بالله كلمتني الأستاذة سعاد وكاي موجودة يعني حيث كلمتني وأنا في مصر. قالت الشهر الفلاني كذي مسلسل وهذا لا ترتبط، قلت إن شاء الله. جيت أيضا جيت اليوم من باكر كذي يومين ثلاثة كان يكلمني الأستاذ مشاري الأميري. نعم. قلت ولينا أنا يعني أنا طبعا واحد مو عن المادة بس ودك أنت تعمل أنا. صح. فقريت الاثنين. إيه نعم. شفت إنه ما أقدر أستغنى عنهم اثنين. الله. إيه. إيه أنا يعني عفوا في الكلمة ما أنظر ل. والله تعطيني 100 دينار ولا 50 دينار صح. لا انا انظر هذا العمل القيمه اللي موجوده بالعمل شنو خطه ايش يبي يضيف لي انا صح. يعني هذا العمل الدور اللي انا بقوم فيه هل عملته من قبل ولا لا لاول مره نعم هذا اللي يهمني صحيح ففعلا صحيح. وافقت عليهم اثنينهم لان يعني خلنا ما يتعوضون للأمانة يعني أنت قاعد تشوقنا الحين بالحكي وأنا قاعد أقول فعلا يعني أدوار جميلة وتظهرك بشكل جديد على الجمهور فما في أي باس أنك لا تكون يعني موجود خلنا أقول لك شغلة شفتك مرتين الله يخليك خلنا أقول لك غادة شغلة يعني هل تعتقدين القديرة سعاد عبد الله بتوافق على العمل مو زين لا طبعا أكيد يعني أكيد هذا اللي أقوله زمان ومثل ما قلت في البداية عن الأستاذ مشاري العميري صح. كاتب جيد مو لا. جيد ممتاز مو ممتاز رائع والله العظيم يعني أكيد ومسلسلات تشهد خلال يعني, يعني مواسم السابقة أنا سويت مع ثلاثة وهذا الرابع أكيد صحيح كل مسلسل مختلف حلو. الدور مختلف شايفه فالحمد لله يعني الله يوفق الجميع الله يوفقك يا رب طبعا انا استانس لما اسمع ان في مسلسلات ايضا حتى ما انا فيها لكن فيها مجموعه كبيره من الفنانين الكويتيين صحيح. والفنانات الكويتيات والحمد لله اكيد حياك الله ونورتنا وموفق يا استاذنا القدير جميعا كل هذه الاعمال يا رب انا سعيد في لقائكم وان شاء الله انت دائما نلتقي على الخير ان شاء الله باذن الله كل سنه وانتم طيبين وانت بصحه وسلامه ان شاء الله وخلكم معانا بعد الفاصل نكمل مع نجمه نجوم مسلسل مجاريح فخلكم ويانا مسلسل مجاريح صوتك عم شو للحين الصور مو واضحه كل اللي عرفناه سياره لونها ابيض ونوعها صالون من فوزية؟ لا تقعدين تستعبطين يلا 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 بعد لك عين انت يا بيتي لك عين ايش تبصمين بصمي بصمي مثل ما شفنا معاكم مشاهدينا قبل شوي الأستاذ عبد المعالي عبد الله تكلم عن مسلسل مجاريح ويسعدنا من خلال هذا الاتصال تكون معنا سندريلا الشاشة الكويتية والخليجية الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله مساك الله بالخير وحياك الله يا هلا مساء النور يا هلا الله يحييكم ويبجيكم يا هلا يا هلا مساء الخير أستاذة سعاد ويعني بصراحة كثر ما خبيتي وخشيتي وما طلعتي ولا أي شيء عن مسلسل مجاريح اليوم نبي نشوق العالم خلينا نتكلم شوية عن هذا المسلسل وأهم ما يميز والله هو طبعا مثل ما تكلموا الإخوان قبل هو مسلسل اجتماعي يمكن اسمه يوحي بأنه في نوع من الكآبة أو لكن هو أبدا في مشاهد فيها كوميديا موقف في كل شخصية في هذا العمل في المسلسل ولا أبالغ هي طبعا كاتب جمال سالم كتبه بحرفية كبيرة أن كل شخصية لها تأثير كل شخصية لها خط معين كل شخصية لها أحداث تختلف تتطور مع الوقت يعني عمل اجتماعي حلو وإن شاء الله الناس تستقبله الاستقبال اللي إحنا نتمناه واللي يرضي الناس
عمل أنا بالنسبة لي شخصيتي في العمل، خليني أتكلم عن نفسي مثل ما الشباب تكلموا والأخوان تكلموا عن أدوارهم. أنا دوري أحس إنه مختلف عن أدواري في 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 في, في الأعمال السابقة. سيدة قضت في سجن أجمل أيام شبابها، 38 سنة سجنت زورا وبختانا، وبالتالي طلعت تهيأ لها إنه الدنيا راح تكون حلوة. هي تركتها في زمن تعتقد أنه زمن كان جميل بالنسبة لها، أو بالنسبة لظروفها كان زمن مختلف وجميل. فلما طلعت توقعت أنه يكون أكثر جمال وأكثر وردية وأكثر مبهج وأكثر عقلاني أكثر في حق، لكن تفاجأت أنه لا والله الدنيا تغيرت. شو اللي قلب الموازين؟ شو اللي تغير؟ حتى أقرب الناس لها أصبحوا في حالة عداء معها، ولمجرد أنها تقلت السجن يعني، وأن هذه وصمة عار بالنسبة لهم، فتخلى عنها الجميع. لكنها كانت صامدة، شخصية مركبة، شخصية قوية، في أصعب المواقف تحزن وبعدين تضحك على طول، تقلبها ضحك، ومتفاهمة مع روح ومتصالحة إلى أبعد الحدود. نعم. ما أدري، بس أعتقد إنه مثل ما قلت لكم شخصية مختلفة، وإن شاء الله الناس راح تستمتع. طلال شفنا مقاطع فيها ضحك مثل ما قلتي، فإحنا راح نبكي أكثر ولا راح نضحك أكثر في مجاري؟ لا، في توازن، في توازن، في توازن. يعني البكاء يمكن يكون نادر، لكنه مو بكاء يعني، في مواقف معينة موجعة مؤلمة، لكنها ما توصل لدرجة أن نواح وبكاء، لا، لكنها هو أكيد أن يعني كل شيء راح يكون يعني مدروس حبيبتي. لا، أحيانا أكو مواقف تكون مؤلمة لكنها موجعة أكثر صح من البكاء يعني. صح صح. يعني مؤثرة في داخلك أكثر من البكاء، بالذات الجحود، وهو صح في العمل نتعرض وايد لكلمة الجحود. يعني شلون الناس أصبحت ما في تسامح، ما في يعني، قدموا الجحود والنكران على كل شيء في حياتهم. نفوس الناس تغيرت، ادخلت بشكل وطلعت هالمجروحة بشكل ثاني من السجن. بالضبط. فيعني نعم، كل شخصية لها جرح معين. نعم. مو بس غنيمة، لا، كل الشخوص عندهم شيء بداخلهم معذبهم أو مؤذيهم أو مضايقهم، بس استقبال كل شخص من الآخر مختلف. نعم. يعني غنيمة شلون تستقبل جرحها، هندي شلون تستقبل جرحها، هنادي الكندري شلون، محمد الحداد، عبد الإمام عبد الله، أسمهان توفيق، وعساني ما صمود المؤمن، يعني والله مجموعة جميلة يا أم طلال، يعني عسى الله يوفقكم. نور حتى نسيت أقول اسمها، العفو، نور لها دور حلو بعد. فالكل والله أدى دوره بحب، وهذا المهم. أنت تعاطفين من الشخصية وتحبينها وتتبنينها وتتبنين كل شيء تحمله هذه الشخصية، وهذا صحيح اللي كان أكيد، وهذا اللي راح نشوفه إن شاء الله يا أم طلال على هذه الشاشة، شاشة تلفزيون الكويت. ودائما عودتينا على مثل هذه الأعمال اللي فيها يعني القيمة، اللي توصل لكل المشاهدين خلال متابعتهم في هذا الشهر. إن شاء الله، إن شاء الله إنه عمل يرضي الجميع ونشوف أصداءه، والتوفيق إن شاء الله للجميع يعني، مو بس لنا. آمين آمين. شكرا جزيلا، راح تنورين شاشة تلفزيون الكويت وكل الشاشات العربية. شكرا. ونتمنى لك إن شاء الله شهر مبارك عليك، وأنت بصحة وسلامة وعمر مديد يا رب. الله يحفظكم، ومقدما مبارك الشهر على الجميع وعلى الكويت وعلى كل أحبابنا في الوطن العربي. شكرا، شكرا جزيلا يا طلال. شكرا يا أستاذ. حياك الله. وراح نكمل مع مجاريح، نجمة من نجوم مجاريح. يعني على كثر التعتيم الإعلامي اللي يعني كان مصاحب هذا المسلسل، اليوم لا، على شاشة تلفزيون الكويت ومن خلال ليالي الكويت راح نحاول كثر ما نقدر نعطيكم معنا إن شاء الله. خلينا نشوف منو نجمة مجاريح اللي راح تدخل الحين. حياكم الله ونرحب بكم.
ما زلنا مع مجاريح وباسمكم نرحب بالنجمة هند البلوشي. مسات الله بالخير هند وحياك الله. النور والنوير، ايش كثر مشتاقت لك وفرصة سعيدة اني التقيت فيكم. حياك الله. وجميل بهالمناسبة نلتقي معك ونبدأ عاد نتكلم شوية عن مجاريح. نتكلم عن مجاريح ومجاريح يمكن خليني أقول حاطة فيه يعني أمل كبير وتحدي لنفسي أول شيء في الدرجة الأولى قبل لا يكون خلينا نقول عودة حميدة إن شاء الله بإذن الله مع القديرة وأستاذتي وقدوتي والآيكون مالتي أم طلال. نعم. فيعني متشوقة لأبعد درجة لردود الأفعال، لأن يمكن في السنوات الأخيرة أنا يعني كنت قليلة في ظهوري الدرامي خلينا نقول يعني الإعلامي، موجودة من خلال التواصل الاجتماعي او المنصات السوشيال ميديا بكل مكان ترند تكون هند دائما بس المجاريح مع ام طلال يعني لما يعني اشتغلتي معها اكثر من عمل في السابق. اي نعم. شو اللي يميز مجاريح ودورك فيه؟ يميزه شوف اللي يميزه اول شيء الجروب جديد، التنويع كان جميل، التوليفه كانت غريبه علي في البدايه بس بعدين شفت انها جميله جدا. يعني انا اكتشفت ان ام طلال نجاحاتها كل هالسنوات هذه ما كانت عبث، يعني ما كانت من فراغ. أستاذة طلال تدرس كل ثغرة أو كل شيء في العمل من أول ما تستلم النص وتقرر أن هي تشتغله. البروفات الكثيرة، بروفات القراءة ما زالت يمكن أنا ما أقول الوحيدة بس خليني أقول المدرسة هي يعني أكيد ما راح تتخلى عن عنصر رئيسي وهو عنصر قراءة النص ما قبل تنفيذه يعني مع الفنانين أو الكاست اللي هي تختاره. فكان جديد علي الموضوع لما قالوا لي بروفة قراءة، قلت شنو؟ يمكن في السنوات اللي قبلها شوية خلاص مات هذا الموضوع، ما عدنا نقرأ يعني. بس حسيتي بأهميته؟ طبعا اقتنعتي أن شيء لا يمكن نستغني عنه. مليون في المية، لأن لما يكون شوفي العمل الدرامي عمل جماعي، احنا كلنا عارفين ومتفقين على هذا الموضوع. دراسة الشخصية ما لازم تكون من 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 وجهة نظر أحادية. أنت عندك مخرج، أنت عندك كاتب، أنت عندك مشرف عمل كامل اللي هي أم طلال طبعاً يعني عملها، فبالتالي ما راح نطوف أي صغيرة. صح. يعني في العمل لازم نكون كلنا متشاركين فيها ومقتنعين فيها، لأن إحنا لازم نكون مشاهدين قبل أن نكون مقدمين للعمل، لأن إحنا ما ننتظر خلينا نقول الصيدات او الهفوات والاخطاء اللي صارت علينا بهالزمن بالسوشيال ميديا. وايد احنا منتظرين ردود افعال جميله ونجاحات وان شاء الله يا رب يكون عمل يليق في متابعينا والجمهور الكويتي المتذوق ان شاء الله. عمل جميل ولما دورك فيه هند يعني احنا شفنا فيه تعتيم اعلامي صراحه على المسلسل بس لا. صار وقت ان شويه نتعرف على الشخصيه. شوفي هو مو تعتيم كثر ما هو اذا حرقنا ما منها متعه المتابعه تشويق. بعدين التشويق اوكي كتشويق طبعا كما عهدتوني بالشر شكرا اي بس اي دوري شر بس انا ما حبيت يمكن سبق واني ذكرت هذا الامر ما حبيت اني اقدمه بالشر المعتاد او الشر المطلق اللي تعودوا متابعين هند البشي يشوفونها لدرجه انهم يكرهونها. هم راح يكرهوني مو راح يكرهوني يعني احنا ما راح نقدر نوخر عن هذا الموضوع بس كان شويه حده. من يشاركك العمل يعني كبطل رئيسي بادوار؟ شوف انا دويتو انا طبعا مشاهدي اغلبها مع ماما سعد ومع اخواني في البيت، الاسره الصغيره اللي هي نور اللي هو دكتور شايع الشايع، عبد الله طرار و صمود المؤمن، فهد باسم، احنا الاسره الضيقه اللي هي البيت الرئيسي اللي تصير فيه خلينا نقول اغلب الاحداث اللي تسير العمل او خطه سير العمل ماشيه في هذا البيت، يعني هذا المحور اللي هو دخول ام طلال علينا المفاجئ في البيت يقلب كيان الاسره. طبعا من اللي ينكش في الموضوع؟ طبعا اكيد هند. فلا يعني التعامل معهم يعني شوفي يمكن البيت انا اشتغلت مع استاذه نور قبل هالمره، اشتغلت مع فهد باسم يمكن من زمان، مسرح اشتغلت معه، عبد الله طرار واشتغلت معه من زمان، فكانت عرفتي الاجواء هي شوق في التعامل هي
حبينا احنا ان احنا نسوي دراسه بيننا احنا كاخوان يعني كنا نبي نطلع على الشاشه البيت الصجي الاخوان الصجيين في الحركات في القعده في القومه في ال 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 القطات اللي بين الاخوان عرفتي اللي صح. اللي احنا خصوصا ان احنا اربعتنا مو خلصة يعني هم خلصة وانا وعبد الله خلصة بس احنا اخوان من ام يعني فبالتالي اكيد بيصير في حزازيات اكيد بيصير في تفضيلات فاحنا درسنا هذا الموضوع يعني قعدنا احنا الاربعه تكلمنا شلون احنا شلون بكون مع صمود وشلون بكون مع فهد وشلون بكون مع عبد الله هذا كله كان مدروس وكان السبب الرئيسي والاول اللي هو قراءة الطاولة البروفات الطاولة كانت مهمة جدا في هذا العنصر جميل جدا شوكتينا بشكل وايد حلو أكيد وإحنا بانتظار نشوفك يعني تلمعين على الشاشة أكيد ما مليتوا من شري مشتاقين حق الشر مشتاقين حق نقدك بعد ما تشوفين نفسك بالعمل ما أقدر صدق ما تتابعين أعمالك صعب يعني شوف أنا موضوع النقد هذا يمكن سبب لي مشاكل كثيرة وعداوات كثيرة بالرغم من أن أنا ما نكشت أحد ولا أذيت أحد صح صح. ولا قلمي أذى شخص مباشر ويمكن استخدمته في الارتقاء بمستوى الفن وفي النقد البناء ما استخدمته في النقد الهدام يعني أكيد. لما كنت أشوف سلبيات ما كنت أتكلم ولا كنت أطلع ماني مضطرة أخسر ناس ولكن لما أشوف شيء جميل كنت أثني فأنا هذا الخلط أو هذا المزج اللي سويته من 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 بين يعني جمعت ما بين دراستي وبين مشواري الفني وبين علاقتي بزملائي ان انا يا استخدم هذا الموضوع في شيء بناء يعني حلو ما حلو. ما حبيت دائما إن أنا تحطين يعني سبوت لايت على الشيء الحلو اي نعم اي نعم بس انا صعب انقد نفسي وصعب اتكلم عن عمل انا فيه يعني اول شيء لازم يكون في الناقد البعد عن الذاتيه فعمل لما انا اكون فيه طبيعي ما راح الناس تتقبل نقدي 100% بتقول إيه عملها إيه ما أدري شنو لا فراح أبتعد نهائيا طبيعي نخلي الجمهور يحكم خليني أقول لك شغلة يعني يمكن ملاحظاتي أو أيا كان اللي ممكن أنا أقوله قلته في البروفات وتصلح وتعدل وقعدنا وناقشنا وأساسا كان أساسا كان معدل من أستاذة سعاد فأكيد ما بعدها تعديل يعني هي أهم أستاذة وأستاذتنا ومدرستنا وكبيرتنا فما كان في ما كان في مجال للانتقاد فأكيد ما راح أنقد إلا تمثيلي يعطيك الف عافية موفقة يا رب إن شاء الله وحياك الله وأنت بخير ينعاد علينا وعليكم وعلى شعب الكويت وعلى حكامها وعلى كل الوطن العربي يا رب يعم السلام دائما وإن شاء الله أشوفكم في لقاءات جميلة وتجيبوني برمضان إن شاء الله لازم وبالعيد لازم ناطرتكم جهزت لكم ذيك الدراريع السنعة وذيك الحزاوي السنعة صح؟ لازم تجهيزات رمضان الله يعطيك العافية كل عام وأنتم بخير يعود عليك هالشهر الفضيل بخير وصحة وعافية حياك الله يا هلا والله شكرا لك حياك الله احنا راح ننتقل إن شاء الله بعد هذا الفاصل إلى منزل 12 نشوف شنو موضوع منزل 12 ونرجع لكم مسلسل منزل 12 البيت ظلمة من غيرك هذا مو بيتي بلا كان بيتك ويظل بيتك والله يا يوم أنا وعيت على هالدنيا اللي احنا عايشين بهذاك القصر والعود لشحلاته أمي من حقها تفرح وتشوف أحفادها بس أنت أصل إلي قبلك تسكنها حظي ونصيبي الشكوى لها أنت ليش تارسي نفسك ذهب كذي عشان يقولون رفيش تشكش شفنا معكم مشاهدينا هذه اللقطات من منزل 12 للفنان القدير والكبير سعد الفرج والفنانة فاطمة الحسني بثينة رئيسي نور أحمد العونان يعني التشكيلة ليالي تهراب مجموعة كبيرة جدا ومشوقة صراحة ويعني قاعد نشوف السنة هذه كبار نجوم الكويت قاعدين ينورون من خلال دراما مختلفة كل نجم من هؤلاء النجوم اختار انه يكون بشكل جديد هالسنه للامانه كلنا راح نتفاجئ بالادوار الجديده لهؤلاء النجوم العمالقه واحلى شيء يعني غاده واللي اكيد المشاهدين لاحظوه ان كل عمالقه الفن الكويتي موجودين على الشاشه فعلا راح ينورون كل شاشات اكيد الدنيا ومن ضمنهم اكيد شاشه تلفزيون الكويت اللي دائما تكون زاهيه بوجود هؤلاء النجوم ان شاء الله بعد شوي عندنا بس باقي مسلسل واحد شفنا كل المسلسلات أي.
سقط سهوا كنا يعني من حوارنا مسلسل سقط سهوا تكلمنا مع نجومة خالد مظفر وأيضا حمدي المرغني من خلال ليالي الكويت وعطونا يعني سبوتلايت عنا هذا المسلسل اللي أيضا يشاركهم فيه أحمد العونان. راح يكون مسلسل صراحة دمه خفيف، جرعة الكوميديا فيه عالية أعلى مستوى، راح تبين من خلال هاللقطات تشوفوها معنا نشوفها. مسلسل سقط سهوا، بطولة الفنان أحمد العونان والفنان خالد المظفر والفنان حمدي المرغني وعبد الله الخضر. خلي يدشون واحد واحد لا يلجونا إن شاء الله. الدورة الرمضانية لتلفزيون الكويت 2023 حملت كالعادة مفاجآت للجمهور. شرايك؟ خوش حكي. عبالي السسبنشن عندك تعبان. عشان تظل هالشاشة في الريادة. الحمد والشكر يا كريم. أي شيء يلزمك ترى احنا بالخدمة. فيني يما ولي يرحم والديك. أنا حسني وايد كبرتها. باقة من البرامج الدينية تناسب الأجواء الروحانية للشهر الكريم. شنو توجه له رسالة؟ ما راح ياخذ مكانك بالجنة. يقدمها كوكبة من المشايخ ورجال الدين المختصين. شلون عايشين تفاصيل حياتهم؟ يتصوري هذه آية التفاؤل. ومجموعة من البرامج منها المنوعة والمسابقات والترفيه اللي تناسب كل أفراد الأسرة. من منكم ما يحب يشوف المسلسل اللي هو يحبه أو الفيلم اللي هو يحبه ويتعلق بأبطاله؟ جمع تلفزيون الكويت عمالقة الدراما عشان يكون في تنوع بالمسلسلات الرمضانية اللي يحبها الجمهور. يلا يبا فري فري هذه. أنا فايزة. جيد. والحين يا الوقت للإعلان عن الأعمال الدرامية. مش قريبة. اللي راح تنعرض على شاشة تلفزيون الكويت خلال شهر رمضان 2023. نرجو من الله سبحانه وتعالى إنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معانا. شفنا معكم مشاهدينا سبع أعمال. هذا كان برومو شامل لكل الأمور اللي راح تشوفونها على الشاشة، لكن للأمانة البرامج هالسنة راح تكون كثيرة جداً. تقريبا يعني 12 برنامج راح يبث على مدار 24 ساعة خلال الشهر الفضيل، ما بين منوعات ديني، مسابقات، اجتماعي، طبخ مهم بعد يكون موجود رمضان. لازم يعني رمضان لازم يكون في أحلى أكل. وأكثر من برنامج مسابقات موجود، برنامج أكيد اجتماعي، حوار ثقافي يكون هم موجود. ومدفع رمضان، مدفع الإفطار هذا يعني هذا تريد مارك، لازم يكون وقت الفطور. شفنا قبل شوي يمكن مجموعة المسلسلات والبرامج كلها في الفاصل اللي كان، الحين راح ننتقل في الحديث إلى البرامج المختلفة على شاشة تلفزيون الكويت راح نعرفها بعد ما تشوفون معانا هذا الفاصل. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. برامج الدورة الرمضانية على شاشة تلفزيون الكويت هالسنة غير بمواضيعها وتنوع محتواها. في ملف اليوم نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة. هذه فكرة في المغامرة، جرب شيء جديد، اطلع عن المألوف. أوكي. أوكي. ثقافية، تربوية، تراثية، واجتماعية. استلمت. كل هذا وأكثر في الشهر الفضيل من قلب مدينة الكويت النابض بالتاريخ. سهرة جميلة سهرتنا، وما تحلى إلا باللقمة الحلوة والكلمة الحلوة، صح؟ أيوة خالد؟ وعادت عليكم. يا هلا فيك. تدرين كم سنة تلفزيون الكويت يحطها؟ كم سنة؟ من كلماته. من كلماته. بدر ورسلي. الله. اللي راح يكون لإطلالة إن شاء الله 30 يوم برمضان معنا. أيوة خلينا الله. نتكلم شوية عن لقمة وكلمة بدر بروسلي ووليد الجاسم. شلون صار هالكومبينيشن هذا نتكلم عنه؟
صدق ما أدري شلون، وايد أشياء يعني نتاج تعدد أفكار، سوالف مع أكثر من واحد وتصير الفكرة. يعني وايد من الأفكار الجميلة تكون نتاج الصدفة، نتاج كلمة لقمة مو بالضبط ولقمة. وانت طباخ ماهر؟ والله أنا أعتبر نفسي متطفل على عالم الطبخ، بس إن شاء الله لا. اللي تابع برامجك المختلفة على شاشة التلفزيون الكويت يعني أستاذ وليد حس يعني موضوع الطبخ هذا خاصين منه، لكن قدمت برنامج فيه طبخ وكان فيه حوار، وبعدين مع الفنان الكبير نبيل شعيل ومع زميلنا طلال ياقوت أيضا كان لك برنامج، الحين بلقمة وكلمة شنو المختلف اللي راح يكون؟ في ذكريات، في سوالف قديمة، في سالفة أغنية، في سالفة لحن، في سالفة إخراج، في تاريخ تلفزيون، في تاريخ تعليم، في سوالف حبال، سوالف حداق، سوالف ربيع، كشتات، يعني هي محاولة لأن يكون عندك مجموعة من الأحاديث المسالمة في عالم وايد متشنج، محاولين نروح راحة قدر المستطاع، جميل، بعيد عن الافتعال، بعيد عن تصفف الحكي، بعيد عن الترتيب والتنميق والإعداد لا نحاول نكون على طبيعتنا، على سجيتنا. جميل جدا، احنا تعودنا عليك على العفوية دائما بكل البرامج المختلفة سواء كانت سياسية أو اجتماعية، هذا راح يكون في خلطة من كل شيء ويرجعنا يمكن لذكرياتكم أنتوا الخاصة، يعني تجاربكم الحياتية. في ذكريات أنا لاحق على جزء منها، وفي تاريخ بلد صح. مخزون عند العنبدر بورسلي وناصر الله يعطي الصحة والعافية. استغربين يمكن أو من أشهر المسلسلات الرمضانية القديمة الشاطر حسن. كلماته يا بو يا بو تراهم يا بو، تلقين شنو شاذكم شمشاذكم مقصكم مقراضكم، كلماته تجدين أغاني قديمة شلون تمشي لحمسة كلمات صوته كان الله الله إنزين. ففي وايد تاريخ خفي وسوالف تستحق أنها تعرف، لقمة وسالفة سالفتين هي فيه لقمة يعني راح تطبخ أبو خالد بس اعتمدت المنهج السريع اللي هو لا حرق المراحل يعني رمضان وفاست فود ما يجوز لا مو فاست فود فيها تشكيلة راح تشوفين يعني منوع راح تلقين نبي المنيو نبي المنيو كويتي أكو كويتي وأكو لبناني وأكو فلسطيني وأكو سوري وأكو مصري وأكو يعني منوع وأكو أمريكي وأكو اختراعات يعني أني أخلط ثقافة أمريكية بالغذاء الكويتي أو بوجبة كويتية يمكن بعدها تفتح مطعم مو مال بزنس ما أعرف ويمكن في مطعم إحنا بعد ما ندري عنه على هالطبخات الكبيرة يلا يلا على إيدك أبو خالد يعني في وصفات ممكن المتابع يعني راح يأخذ خاصة سيدات البيوت إيه بس ما راح تكون وصفة بالمقادير الكثر جرام بسرعة تلحق وياك بشكل سريع جرام أنا مؤمن بشغلة عينك ميزانك والنفس ما تشتهي اللي يعرف يعرف يوزن يعني أنا ما ذوق الملح بس يضبط وياي سبحان الله شلون ما أدري يعني تتذوق أشياء أخرى لكن بالنهاية الخبرة تكتسب يعني شلون تختصر الوقت ما تمشي واحدة واحدة فلا إن شاء الله وصفات سهلة وجميلة وسوالف هذا معناته الكل راح يتابعك يعني ساعات تحس إن برنامج يعني رجالي شوية أو برنامج يخص الأسرة أكثر أنت يعني ماسك العصا من النص هو اجتماعي رجالي نسائي شبابي شيابي يعني في ضيوف ولا حوار لا 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 حوار يومي سوالف ما قبل المائدة وسوالف على المائدة وتذوق وننطر شهادة من العم
في أشياء يازت له، في أشياء جاملني فيها، في أشياء ها؟ بس أنا اللي يهمني إني بالسمك ربحت الرياض. أكيد، وإن شاء الله كل المشاهدين يتابعون هذا البرنامج. إن شاء الله توفيق لك أكيد والعمل كبير أبدا وبرس لي كل شكر لك على وجودك. شلون قدرتوا تركزون؟ كم ضيف اليوم؟ ما شاء الله قالوا لك 26 ما شاء الله ما شاء الله الدورة الرمضانية 14 ضيف لا أكثر من وثلاث اتصالات تبارك الرحمن هذا اللي الحين بعد مكملين ساعة ثانية يمكن يزيدون إن شاء الله يزيدون يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا لوجودك معنا أبو خالد ودائما منور شاشة تلفزيون الكويت حياك الله حياك الله وحين ننتقل إلى برنامج زوايا إنسانية الجزء الثاني خليكم معنا زوايا إنسانية الجزء الثاني تقديم الدكتور إبراهيم الخليفي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ننتبه إلى أننا لا نربي أولادنا تربية قطيعية مثل ما شفنا معاكم مشاهدينا هذه اللقطات كانت من البرنامج الاجتماعي زوايا إنسانية أكيد في الجزء الثاني اللي يتكلم عن مجموعة من القضايا الاجتماعية والتربوية والدكتور يعني إبراهيم الخليفي دائما يعني يشوقنا من خلال هذه الأعمال اللي قاعد يقدمها للمرة الثانية دكتور إبراهيم دائما الاستماع له متعة كبيرة جدا فالسنة هذه راح ينورنا لثاني سنة في دورة رمضان عبر شاشة تلفزيون الكويت إن شاء الله من البرامج ايضا والشخصيات اللي لها يعني ايضا متابعينها ولها حضورها راح نتعرف على برنامج الملف نشوفه ونرجع نرحب بضيفنا الملف برنامج من تقديم سعد القحطاني حدث يتكرر بكل فترة أزمة أو حرب تتسبب بارتفاع سعر برميل النفط فتقفز أسعار السلع والمواد قفزات جنونية تعم الفوضى في العديد من البلدان وتمتلئ الشوارع بالمظاهرات وتنهار اقتصادات بعض الدول الشركات تسرح موظفيها أرفف المتاجر الغذائية فارغة حياكم الله مشاهدينا ونتمنى انكم تستمتعون ومستمتعين معنا في مجموعه البرامج اللي راح تكون على شاشه تلفزيون الكويت في شهر رمضان يسعدنا رحب بمقدم برنامج الملف سعد القحطاني مساك الله بالخير حياك الله مساك الله بالنور يا هلا مرحبا يا هلا استاذ سعد وتعودنا منك على ثقافه عامه هالسنه نعم. شنو راح يكون ملفنا باذن الله يعني على نفس النمط وعلى نفس المسار البرنامج راح يكون اسمه برنامج الملف طبعا البرنامج نقدر نقول أنه ثقافي تحقيقي ثقافي من ناحية المحتوى والمضمون وتحقيقي من ناحية آلية السرد ونمط التناول فراح نتناول يعني موضوعات ثقافية ومعرفية لكن بطريقة تحقيقية واستقصائية يعني عطنا مثلا موضوع من الموضوعات اللي تناولتها نعم وش كثر يعني فرق عن جزء من النص مفقود اللي يتابعه المشاهدين في المواسم السابقه نعم البرنامج السابق كانت حبكته شوي مختلفه خلينا نتكلم عن البرنامج الحالي مثل ما اشرت ان حبكته يعني معتمده على الاستقصاء والتحقيق والموضوعات يعني تقريبا تتناول في تندرج تحت ثلاث محاور اساسيه المحور الاول محور تاريخي نتعرض فيه لقضايا تاريخية معينة في فلسفة التاريخ في نتعرف فيه على أمم على شعوب مختلفة حضارات متنوعة كذلك تاريخ محلي تاريخ شخصيات كويتية تعرضنا لها خاصة الشخصيات اللي ما سلط عليها الضوء بالقدر اللي هي تستحقه يعني وشفنا أن يعني هذه الشخصيات يعني لها نتاج غزير ولها خبرة وتجربة يعني تستحق أنها تذكر وتروى يعني يعني أنت للحين مو راضي تقول لنا أو تكشف شوية من خلايا والله أنا أقول لكم المسارات العامة يعني على الأقل الشخصيات اللي ننتظرها لأن أنت عارف الحين العالم أصبح يعني صح. المعلومات متداولة بشكل كبير بالضبط فيعطيك العافية لأن أعتقد
يعني التحقيق كان يعني صعب شوية نوعا ما. نعم. وبذلت فيه أكيد مجهود. نعم. كبير. نعم. وللأمانة يعني إن حطينا معايير مهمة جدا حق كل حلقة من الحلقات، مثلا من شخصيات أو أحداث أو غيره، كانت يعني من أحد المعايير أن ما تكون المواضيع يعني مستهلكة أو متداولة، أو حتى لو تم التطرق لها سابقا نتعرض لها من زوايا يعني جديدة وزوايا مختلفة. يعني إن شاء الله راح يكون مختلف، وأنت أيضا يعني كأطلالة في البرامج تكون مختلف، ساعات تطلع بدشداشة مثلا. نعم. غترة وقلب الملف هم فيه لوك يكون غير. والله الملف يعني قميص وجينز يعني طلعت عشان يمكن يكون بشكل يعني أقرب حق الشباب. أقرب إيه يعني، حتى لأن راعينا الموضوع حتى بصريا، يعني مو بس كآلية سرد تحقيقية واستقصائية، كذلك يعني من ناحية البصرية كديكورات وكشكل يعني كانت ملائمة. يعني إن شاء الله الله يوفقك. آمين. نتمنى لك النجاح دائما، راح تنور شاشة تلفزيون الكويت. وإذا عندك أي كلمة تشويقية حق مشاهدينا يا ريت تقولها. والله أنا ابتداء أنا أقول لهم يعني كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يعني أعدهم بأن في جرعة معرفية وثقافية راح يتلقونها بشكل يومي، وإن شاء الله تنال رضاهم واستحسانهم بالنظر. إن شاء الله راح يكون في استفادة أكيد بوجودك. شكرا جزيلا لك أخي سعد. شكرا لك، وإحنا أكيد متواصلين معاكم مشاهدينا. تفضل سعد، وراح نتكلم الحين عن برنامج الليوان، واحد من البرامج غادة التراثية اللي راح يكون على هذه الشاشة. شكل جديد وطريقة جديدة برنامج الليوان، خلونا نشوف يعني نبذة عنه ونرجع لكم، فخلكم ويانا. برنامج ليوان. برنامج من تقديم الفنان جمال الردهان. شفنا يمكن معكم برنامج ليوان للفنان القدير جمال الردهان. يعني غادة جمال ديت. عودنا على صوته بالإذاعة، على أعماله، برامجه دائما ناجحة بالإذاعة، فهالمرة بس برنامج تراثي على التلفزيون في خفة دم، ما أدري حسيت أنا من اللقطات راح تكون موجودة. خلونا نتعرف عليه أكثر إن شاء الله من خلال مشاهدتكم ومتابعتكم لبرنامج ليوان. لكن من البرامج الأخرى اللي راح تكون موجودة أيضا عبر شاشة تلفزيون الكويت برنامج اسمه الوظيفة. خلونا نشوف شنو هالوظيفة وماذا نعني بفكرة البرنامج. نشوف مقدم البرنامج. الوظيفة، برنامج من تقديم عبد الله الزيادة. شنو هالمكان وشنو بيصير؟ خلوكم معنا. أبي قصة المشروع وشلون بلش. شفنا معكم هذه الدخلة من المذيع المتألق عبد الله الزيادة. حياك الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي عبد الله، شلونكم؟ كل عام بخير وينعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والعافية، لا فاقد ولا مفقود ان شاء الله. امين يا رب العالمين. عبد الله، ايش سالفة الوظيفة؟ والله الوظيفة هذه طبخة طبخناها، يعني ان شاء الله تكون بسيطة في شهر رمضان، ان احنا نكون يعني الهدف الاول والاساسي ان احنا نكون داعمين للشباب في جميع القطاعات. كنا يعني هذه الوظيفة، يعني الوظيفة شغل يعني التفكير فيها بأنك أنت شلون أنت تختار الوظيفة ولا الوظيفة تختارك، هذا جدا صعب. اليوم سلطنا الضوء يمكن على اللايف ستايل، إنه لازم يكون نفس وظيفتك. شفنا شباب كويتيين لا إله إلا الله في قطاعات ما حد تطرق لها، مثلا المدرس اللي يشتغل مثلا في كاشير بالجمعية، ففي وايد أشياء 99% من هالوظائف كانت للكويتيين. فالحمد لله يا رب ان شاء الله ان نبين ان اليوم الشعب الكويتي والشباب الكويتي قادر انه يسوي كل شيء. والله رحنا يعني في اماكن الواحد لما يروح لها تاخذ وقت ساعتين من البيت، ساعتين رحنا شفنا الشباب الكويتي شلون بنص البر ويكرفون ويتعبون ولا يقولون نبي.
تسألهم أنت اخترت الوظيفة والوظيفة اختارتك، فيعني أغلبهم يعني هم اختاروا الوظيفة فهو حب هالشقة، فشيء جميل يعني. أنا لما يعني سمعت اسم البرنامج تخيلت يعني عبد الله دائما في الميدان تنزل وتروح مع الجمهور، فهل راح تشارك أيضا الوظائف هذه كشخصية موجودة داخل ولا؟ موجودة بإذن الله في بارت معين، ولكن البارت الأساسي أنا ببين الشخص هذا شلون حياته اليوم لما تدش الديوانيه اول سؤال يسالك يمكن شنو وظيفتك. فالوظيفه اليوم تعتبر هي اساس الحياه شغلك اللي تشتغله، فاذا ما كنت انت مهيئ وراكب مع اللايف ستايل ما راح توصل للي انت تبيه او تكون مستمتع، وهو اهم شيء انا عندي ان تشتغل بحب ولا يكون في شغف نوعا ما. يسلم صح، الباشن هو يعني الدافع هو شيء الاساسي في لانك توصل باي مكان. اكيد شفت من خلال الوظائف في وظيفه ما توقعتها ان في اليوم شباب بكويتي. اي والله يعني رحنا مثلا الماي اللي يسوون الماي، مهندسين كويتيين شباب اشرافهم على الابار مثلا الجمارك الجويه والبحريه، شوف الشباب لا اله الا الله شلون محمسين وتيم ولا يعني بثقل، فعسى الله يبارك لهم وان شاء الله نشوف يعني نشوف الشباب الكويتي ينهض بهذا البلد الى اعلى المستوى يا رب. يا رب موفق في هذا العام. في من الكوميديا اللي موجوده عندك؟ يعني لابد، انا الحين ماسك روحي بس هو لابد في شويه. ان شاء الله كل سعيد. شكرا وكل عام وانتم بخير. وانت بصحه وسلامه ان شاء الله نشوفكم في افضل حال يا رب. امين اجمعين ان شاء الله. مشاهدينا راجعين لكم بعد هالفاصل نتعرف على بقيه مشوارنا في برامج دوره رمضان الشهر الفضيل على شاشه تلفزيون الكويت، فخلكم ويانا. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. برامج الدورة الرمضانية على شاشة تلفزيون الكويت هالسنة غير بمواضيعها وتنوع محتواها. في ملف اليوم نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة. هذه فكرة في المغامرة، جرب شيء جديد، اطلع عن المألوف. أوكي أوكي. ثقافية، تربوية، تراثية، واجتماعية. استلمت. كل هذا وأكثر في الشهر الفضيل من قلب مدينة الكويت النابض بالتاريخ. هل يدشون واحد واحد لا يلجونا؟ إن شاء الله. الدورة الرمضانية لتلفزيون الكويت 2023 حملت كالعادة مفاجآت للجمهور. إيش رأيك؟ خوش حكي. عبالي السسبنشن عندك تعبان. عشان تظل هالشاشة في الريادة. الحمد والشكر يا كريم. أي شيء يلزمك ترى احنا بالخدمة. فيني يما ولي يرحم والديك. أنا أحسني وايد كبرتها. باقة من البرامج الدينية تناسب الأجواء الروحانية للشهر الكريم. شنو توجه له رسالة؟ ما راح ياخذ مكانك بالجنة. يقدمها كوكبة من المشايخ ورجال الدين المختصين. شلون عايشين تفاصيل حياتهم؟ بتصوري هذه آية التفاؤل. ومجموعة من البرامج منها المنوعة والمسابقات والترفيه اللي تناسب كل أفراد الأسرة. من منكم ما يحب يشوف المسلسل اللي هو يحبه أو الفيلم اللي هو يحبه ويتعلق بأبطاله؟ جمع تلفزيون الكويت عمالقة الدراما عشان يكون في تنوع بالمسلسلات الرمضانية اللي يحبها الجمهور. يلا يابا فري هذه. أنا فايزة. جيد. والحين يا الوقت للإعلان عن الأعمال الدرامية مش قريبة اللي راح تنعرض على شاشة تلفزيون الكويت خلال شهر رمضان 2023. نرجو من الله سبحانه وتعالى إنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معانا. شفنا أكيد معاكم مشاهدينا هذه البرامج المختلفة اللي موجودة على شاشة تلفزيون الكويت، وأكيد برامج الحوار دائما يعني تنتظرونها من خلال هذه الشاشة المميزة، وراح يكون توقيت لبرنامج حواري مميز بعنوان كل الحكاية يقدمونه زملائنا نور الحميضان وسويد عبيد الشاعر أكيد ومقدم برنامج كل الحكاية. مساكم الله بالخير وحياكم الله. نور مساء النور. مساكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير ومبارك بخير. عليكم الشهر مقدما. علينا وعليكم. البدايه مساء عليك اختي غاده وعلى اخوي عبد الله وعلى مشاهدينا الكرام،
وإن شاء الله أن نكون ضيوف خفاف عليكم إن شاء الله. إن شاء الله. كلمونا شنو أصل الحكاية في كل الحكاية؟ بالبداية خليني بعد أمسي عليكم بالخير وعلى سادة المشاهدين كلهم، وكل عام وأنت وسادة المشاهدين وجميع من خلف الكواليس وأنتم بخير إن شاء الله مقدماً. كل الحكاية إحنا ودنا نخليها سبرايز، بس نقدر نقول شوي؟ إيه عادي. شايك؟ لأن الكويت بعد. يلا أعطونا شوية تفاصيل. هو لايت شو شوي راح يكون طبعاً مع زميلي سويد، راح نقدم لكم شيء حلو، سهرة حلوة. وتبي تقول شيء؟ إيه إن شاء الله مثل ما قالت أختي نورة، هي سهرة حلوة وخفيفة، راح يكون معنا أسماء كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله. كضيوف، وبرنامج فيه حوار. في مفاجآت، في أشياء جميلة ما اعتادوا عليهم عليها الناس صورة جديدة. نعم بالضبط. أكيد إحنا مقدرين دائما لما المذيعين يكونون ضيوف شوية تكون في ربكة موجودة. هذه إحنا متعودين عليها. عندكم برد حيل يعني. والاستوديو هذا لازم تعودون على البرد خاصة في الاستوديو. لكن شرب تطلع كل يوم بهالبرد. الله يعين. يعني ما شاء الله 30 حلقة في شهر رمضان، نسبة المشاهدة دائما تكون عالية لبرامج الحوار. اليوم نورة بالنسبة لك يعني الاستعداد لهذا البرنامج شلون راح يكون؟ والله الاستعداد وايد حلو، اكيد احنا مع فريق كامل متكامل، اوجه لهم تحيه كلهم باسمه. عندنا فريق اعداد ما شاء الله على قدم وساق، قاعدين ينظمون شيء جدا جميل، واكيد راح ينال على اعجابكم. واكيد مخرجينا وكل الموجودين، واكيد انا سويد قاعدين نجهز نفسنا على اساس نطلع بصوره تليق بمشاهدينا وبتلفزيون دوله الكويت. اكيد ان شاء الله. سويد قلت في نجوم، نقدر نعرف اي اسم من الاسماء كذي نشوق الناس؟ والله هذا ودي صراحه. يعني كنت محضر نفسي اني اقول كم اسم من باب التشويق. طيب. وانت جاي غير ايه الموضوع وياك فرمان توصيات. لكن احنا ان شاء الله نقول للناس وللجمهور في اسماء كبيره، في نجوم كبار، في فقرات جميله، في حوار، في مضمون يحاكي اسم البرنامج كل الحكايه. في شعر؟ في شعر؟ شو ما في شعر؟ هي كلها شعر. اكيد سويد موجود ما يكون في شعر، لكن يعني سويد قدمت برامج الشعر على شاشه تلفزيون الكويت. اليوم هذا البرنامج يعني وقابلت فيه ضيوف شعراء، البرنامج مختلف، في ضيوف يعتبر تخصصي اكثر. اي صحيح. الحين منوع. هو بالتاكيد تم التحضير للموضوع، يعني خصوصا الانتقال من برنامج يخاطب شريحه معينه كشعر او ساحه شعريه لبرنامج منوع يخاطب الكل. تم التحضير ان شاء الله، والحمد لله يعني احنا متفائلين جدا يعني ان راح نطلع بشكل جميل بصوره حلوه قدام الناس انا واختي. فكره جديده على تلفزيون دوله الكويت، يعني متفائلين خير انه يكون برنامج ثقيل وبنفس الوقت ونيس وايد لايت راح يكون، وسهره جميله تكون قبل السحور باذن الله. يعني احنا نقول توقيت ولا بعد ما يصير؟ لازم تقولين توقيت. الساعه 11 باذن الله. حلو حلو. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله وتنورون شاشه تلفزيون الكويت. واذا تحبون تقولون اي كلمه لكلم المتابعين هذا وقته. تفضل. والله انا كنت ابي اول شيء اشكركم، وثاني شيء باذن الله ان شاء الله رمضان هالسنه تلفزيون الكويت تبارك الرحمن مبدع من خلال الضيوف اللي اليوم شفتهم، يعني الزملاء والاعمال اللي ان شاء الله راح تكون على التلفزيون جدا مختلفه وافكار جدا جميله. ان شاء الله حتى برنامجنا يكون وايد مختلف. اكيد. وان شاء الله انه يعجبكم، وبنطلع باطلاله مختلفه كليا اللي تعودنا عليها. موفقين يا رب. موفقين. احب اشكركم واقول لكم يعطيكم العافيه، اعلم بالمجهود الكبير اللي قاعدين فيه. يا اهلا وسهلا. لكن الله يعطيكم العافيه وبالتوفيق ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير مره ثانيه، وان شاء الله مبارك عليكم الشهر وتتحقق كل امانيكم ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله. يا رب. راح ننتقل للحين. منوعات تكلمنا، طبخ وسوالف تكلمنا، وثقافة تكلمنا، باجي تربوي. تربوي أكيد مع الدكتور جاسم المطوع، واحد من الأسماء المهمة، وأنا أهم يعني أكيد. سعيد إنه موجود في هذه الدورة الرمضانية. يعني للأمانة فعلا تلفزيون الكويت استقطب أسماء مهمة جدا على الساحة بجميع تخصصاتها. خلونا نشوف هذه النبذة عن برنامج بنيان. برنامج بنيان من أجل التماسك الأسر، بنيان من أجل الترابط الأسر. برنامج بنيان يدخل عليكم في شهر رمضان إن شاء الله، وهو خاص بالعلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية والعلاقات التربوية. أكيد رجعنا نتواصل معكم مشاهدينا من بعد ما شفنا هذا البرنامج، برنامج بنيان. الحديث إن شاء الله بعد شوي بيكون عن برنامج أيضا هم مختلف.
أكيد إحنا قاعدين نتكلم عن دورة برامجية صراحة تناسب كل أفراد العائلة، يعني كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة راح يستمتع أكيد ببرنامج، بمسلسل، بفقرة حتى من برنامج، لأن كل البرامج متعوب عليها وفعلا منتقى بعناية. برنامج المنوع اللي راح نتكلم عنه هذا، أنا سمعت عنه، فكرته أول مرة تصير عربيا، برنامج جديد، فتشوقت وايد. خلنا نعرف مسافات شنو فيه ونرجع نتواصل معكم. مسافات، برنامج من تقديم عمار معرفي. بعد عبور آلاف الأميال ما بين جبال وماء وأشجار، فقدنا الليلة جميلين، عساكم على القوة يعني إن شاء الله. حلوة اللي قاعد تقدم الأغنية اللي اخترتها. اختارها عمار. نبي نرحب بنجم برنامج مسافات عمار معرفي، حياك الله. أهلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم. شفناك بلوك جديد. شفت شلون الإعلان هذا؟ أول مرة الناس متعودة عليك مذيع نشرات اقتصادية، تكلمنا عن الفلوس والخسائر والبورصة. بس وأنت تعد على طول، على طول جاي ورا الثاني والله. شلون صارت فكرة مسافات؟ والله الفكرة يعني هي خذت تقريبا سنة يعني من التفكير الجدي ورحلات يعني ما بين الكويت وأوروبا، حتى أن يعني تشوف المواقع وتشوف شنو اللي ممكن تضيفه يعني وتطلع بشيء جديد. يعني كل الناس تسافر. هو سياحي؟ هو سياحي فلسفي، على في فكرة، في داخله فكرة. لما تشوف البرنامج راح تشوفون شلون طريقة الناس، يعني التعامل مع الناس. كلنا نسافر لكن كلنا عادة نقعد في المدن، لا هذا بين القرى، بين الوديان، شلون تدخل مع الناس، شلون تتكلم معاهم، شلون تسولف، يعني وتدرس طبيعة كل بلد. شلون في ناس ما يحب، يعني على سبيل المثال السويسريين ما يحب احد ان تو ابروتش ذم، يعني انت لازم حدود يعني. وبعدين شلون الاسئله اللي تسالها، في اسئله شخص يعتبرونها شخصيه مرفوضه. بالإضافة إلى أمور أعمق من هذا، فجاءت الفكرة أن قعدنا سنة وعرضتها على دكتور خالد القحص وكذلك المخرج فهد الكندري، قلنا بانا كذي هاي الفكرة وادعموني. يعني قاعد أشوفك بسيكل ما دي كل الحلقات كذي ولا؟ كلا، هي الفكرة سيكل. يعني الناس عادة تسافر إما تروح بالطيارة يعني، صح. وفي صارت هذه الموضة في الباخرة الكروز يعني، لكن هذا لا شيء ثاني. أنت عايش كلها بالسيكل، تنقلات من ديرة لديرة، من ديرة لديرة، من منطقة لمنطقة. يعني حرصت أكثر أن أكون في المدن، في القرى، أكثر من المناطق السياحية يعني أو المشهورة. يعني في صعوبات بالقرى، يعني دائما في قرى ما فيها نت مثلا، صعوبات الأماكن اللي تصير. صح كلامك، صحيح، نقطتك وايد مهمة هذه. يعني في قرى دش ما أصلا يعني لا عربي لا انجليزي، ما ادري شو تتكلم، ما في حتى يعني، خاصه اذا كانت يعني قريبه من وادي ما في اتصال. هم يعني تخيل ان هم حتى يعني في بعض المرات ابي اشوف احد قاعد بالمطعم او بالبقاله او محطه البنزين بيده تلفون قاعد يتكلم، لا ماكو. فهني انت شلون تقدر ان الاشياء اللي تعلمتها في حياتك او تعلمتيها في حياتك انك انت شلون تتواصل معاهم، شلون توصل الفكره. فهذه فكره البرنامج، انت شلون توصل مشاعرك بدون تجريح، بدون هذا. والناس احنا يعني 70% من اللي تسمعه مثلا بالراديو او تشوفه بالتلفزيون او تقرا بالاخبار او في مختلف في الواقع، يعني تقول ساعات تقرا انه في حروب وفي مثلا عنصريه، ماكو، ما تلاقيها بارض الواقع. الناس ودودين، عيل كسبت صداقات عمار جدا، وهذا اللي ساعدني. يعني خاصة الرحلات هذه، يعني تخيلي حتى
من إيطاليا، من لخشنتاين، من سويسرا، من ألمانيا، أما على مستوى يعني قنصل أو سفير ألمان، يعني ما هم تعرفت عليهم بالكويت يعني أجانب، وكذلك في حتى السفارة الألمانية الكويتية اللي في ألمانيا هم قدموا لي مساعدات، يعني هيئوا لي أجواء، بالإضافة إلى الصداقات اللي كانت عندي. تدرين تدرون مثل ما تعرفون أنا كنت يعني في القسم الاقتصادي، صحيح، فتعرفت على يعني صرت علاقات يعني من هذه البلدان، فلما اتصلت عليهم قلت لهم انا ابي مثلا كذي او ابي تسوي لي كذي، يعني سهلوا لك شويه الاموريه كثيره، بالاضافه ان التقيت مع شخصيات انا كنت شايفهم ايام دراستي في امريكا يعني قبل 27 سنه، فيعني رحت لهم وثقت هذه. يعني ما في حلقه فيها اقتصاد فيها عقارب مدينه خل اشتري او شيء؟ لازم فيه، لازم في كله موجود. طيب احنا خلينا نتفائل ونقول هذا سيزون 1، في من وراء سيزون 2 مثلا ان شاء الله. فقط اوروبا هي الفكره ولا ديره واحده يعني بس المانيا ولا لا؟ لا 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 لا، اخذت تقريبا يمكن 7-8 دول يعني، والتنقل بينهم، وبالإضافة إلى ذلك أن حاط خطط يعني دول مربعات مسويهم، مسوي العالم مربعات، بس إن شاء الله السيزن الثاني تكونون أنت وياي إن شاء الله بعد على السيكل على السيكل إيه أنا بالكوز وأنت خليك بالسيكل. لا 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 بالعكس والله، يعني أنا سعيد جدا أن هذا راح تشوفون شيء راح يغير نكهة البرامج، راح تشوفون شيء مختلف نهائيا، يعني لوك جديد لعمار معرفي. نعم. راح نشوف أيضا لوك جديد للدول اللي أنت رايحها، راح نتعرف أكثر على هالبلدان وعلى مجتمعاتها وعلى ناسها، فموفق يا رب، كل عام وانت بخير، مبارك عليك الشهر مقدما، عليكم تبارك ان شاء الله، وكل عام وانت بخير، وان شاء الله نشوفكم دائما متألقين، انتم اجمل ناس يعني في ما بين تلفزيونات الخليج كلها، يعني دائما الناس تحبكم وانا احبكم واحنا زملاء، يعني اكيد منا وفينا مجروحه، ولكن ان شاء الله نلتقي على خير باذن الله، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله يعجب الساده المشاهدين ان شاء الله. اكيد راح نتكلم عن وايد اشياء، يمكن عمار في فقره شفت انا الاكل الشوارع اللي يسمونه او الاكل اللي بالطرق، بس احنا عندنا منيو راح نتعرف عليه اسمه منيو البيت، فراح نقول لك يعطيك ألف عافية يا عمار، ونستقبل لكم معاك زميلنا القادم إن شاء الله. شكراً جزيلاً لك، حياك الله وموفق بالمسافات، والحين نستقبل حياك الله اخوي غني. الله يحييك غاده، مسي عليكم ومسي على عبد الله وعلى مشاهدين الكرام. منور، انت بس الوحيد اللي غيرت يعني زاويه الكاميرا، لان تعال لنا هني شوي بس نشرب على الاضاءه، قرب شويه. حياك الله. احنا بنتكلم على منيو البيت، شنو في هالمنيو؟ منيو البيت هو طبعا لاول مره في تاريخ تزوير الكويت يعرض مثل هذا البرنامج وهذه الفكره، لان غيرنا الستايل كله مال الطبخ. شلون؟ قمنا نزورهم بيوتهم. الباب هني بالكويت داخل بالكويت. نعم حلو، عليهم داخل البيت ناس عاديين عاديين، او يكونون من هواة الطبخ، من هواة ال ال المعارض، عندهم مشاريع صغيره يعني كذي، مش داخل بيتهم مطبخهم. طبعا العموم او شلون، لا ما نقدر، شلون كذي نقنعهم غصب ترى برمضان افتحوا لكم بيوتهم ومطابخهم. نعم طبعا ملك الكويت ما شاء الله عليهم، واحتاج يعني اي ما شاء الله عليهم، كل بيت فيه طباخ ماهر. طبعا الضرابه والاتيكيت كله والكشخ كله، يعني هذا كله راح يبين بمنيو البيت. اي طبعا ان شاء الله. وفي طبخ صجي يعني مقادير ومدري شنو، واللي يتابع راح يتعلم الطبخه. شوفي غادي، احنا حرصنا بالمفريق برنامج الاخت شيماء صار مخرجه والاعداد دكتوره لولو صفر، ان نكون يعني كله طبيعي، وكنا يعني يكون على صجيتنا، ما في تصنع نهائيا. داش بيت ناس صورت في الصاله، ننتقل الى المطبخ. مطبخ انا واقف كذي، ما في مطبخ انا. الحوار شنو؟ كله عن الطبخ؟ كله يدور على الاكل. لا يعني نطلع برا الطبخ شويه، سالفة كذي قشمرة، نتكلم موضوع ثاني، بدنا نرد للطبخ. يعني 30 حلقة تعلمت طبخ أكثر ولا أكلت أكثر؟ تعتقد شنو تحس؟ زاد وزنك بعد تذوقك.
لأن وايد ما شاء الله يعني تطوقنا وايد أشياء منها الأكل الكويتي، وأنا شخصيا حرصت إنه يكون الأكل الكويتي شعبي يعني مكابيس يكون مناسب حق الشهر بعد. اي مناسب حق الشهر تدري الكويت بعد شهر الأكل ما شاء الله تبارك الرحمن يعني اي، والسفرة تكون موجودة من هناك يعني ما شاء الله صح أنواع وأشكال الأكل وألوان يعني شوفها ما شاء الله تشبع من الشوفة بس اي ما شاء الله بس يعني طب خلي ما تنساها شنو من 30 حلقة كلهم مبين انك انت رايح تاكل كلهم كلهم مع اني صدق صور رجيم انا وغاسي رجيم كيتو ولكن خربوني موفق يا رب الله يوفقك ان شاء الله وكل عام وانت بخير ونقول لكل المشاهدين يعني راح تتعلمون طبخه جديده اكيد من خلال هذا البرنامج والمنيو الخاص اللي عادينا لكم الزملاء في منيو البيت منيو البيت لاول مره في تاريخ تزوير الكويت ان شاء الله يعرض والكل يستأنس منه ويستفيد من طبخات اللي فيه ان شاء الله. شكرا لك غني وكل عام وانت بخير بخير وشكرا بخير حياك الله. والحين بننتقل الى برامج المسابقات هذه اللي فيها الكاش بس المشكله انه 20 ثانيه ما ادري يمدي ولا لا يمدي يمكن ما يمدي عاد قالوا لي مسهلينها مو مصعبينها بس راح نتعرف عليها خلكم معنا حركات لقيان اكيد خلي تفضل مساك الله بالخير بركات يا هلا ويا مسهلا بلياليكم الجميله يا هلا بغاده شلونك عبد الله شخبارك عسى الله عمرك وانت بخير وصحه وسلامه وعسى الله يعود علينا ان شاء الله الشهر هذا بخير آمين. وعلى قيادتنا الحكيمه باذن الله في ظل سيدي حضره صاحب سمو امير البلاد عسى الله يحفظه ان شاء الله وسيدي سمو ولي العهد عسى الله يحفظه ان شاء الله وكل المخلصين لهذا البلد واهل الكويت اللي نطل عليهم دائما اهلنا وناسنا اللي نسال الله ان يعم على هذا البلد ان شاء الله الامن والامان والطمانينه باذن الله امين امين امين. قاعدين نسولف انا وعبد الله قلت له انا خبري بركات كريم تقول لي كل سنه سهل كل سنه بعد 20 ثانيه مخلي يعني كلش ما يمدوا احنا بشهر كريم هذا اول شيء من كرم اخلاقك انت ويا عبد الله وطاقم البرنامج ومسيهم ايضا بالخير كل من يعمل في ليالي الكويت هذا البرنامج اللي اصبح جزء من حياه الكويت واهل الكويت الحمد لله عسى الله يوفقكم ان شاء الله انا كريم ولا زلت كريم ايه. هو نبي التشويق في 20 ثانيه برنامج اسمه 20 ثانيه ايه. وهو لا يغرك 20 ثانيه بس انت ب 20 ثانيه ايش كثر تحصل هني الكلام مرحله واثنين وثلاثه واربعه ايه. وشيل وحط المبلغ يتصاعد لا بالعكس هني له مبالغه وهني له مبالغه وهني له مبالغه وكميه الناس اللي راح تربح راح تكون اكثر الحصيله كم راح يكون المبلغ يعني الاتصال الواحد انت ونصيبك عاد الحصيله انت ونصيبك كل عاد وشدت حيله بالاسئله أيه. الحلو فيه انه معلومات عامه أيه. مو تدرون انا يعني من الناس اللي اعشق موضوع المعلومات العامه والتشويق في المعلومات العامه من خلال البرامج اللي قدمناها فكره جميله جدا كتبها الاخ العزيز انا يعني أسعد وأفخر بالعمل مع أخوي محسن العلوي أمانته يعطي ألف صحة وعافية يعني أخونا زميلنا العزيز جداً. طبعاً محسن نعم العلوي. مميز جداً محسن ورفيق درب ويفهمني وأفهمه وأثق في أفكاره أمانة ويثق في أداء بركات وتوصيل الفكرة وإضافة إلى ذلك ثقة المسؤولين في التلفزيون أخوي تركي المطيري يعني وكيل التلفزيون أنا أقول له مشكور على هذه الثقة ومشكور معالي الوزير أيضا مشكور على هذه الثقة أكثر وأكثر وما راح إن شاء الله نكون إلا عند حسن ظنكم وحسن ظن كل من راح يشارك في هذا البرنامج ولو تبي تشارك عبد الله ترى مو والله بكلمك أنا الحين بعد البرنامج شوفه متحفز أبي أفوز على طول لكن يعني برامجك دائما يعني معروفة خاصة المسابقات المشاهدين يحبون يتابعونها وفي مشاهدين غير المتصلين يمسكون التليفون وبالجوجل بسرعة يدورون على المعلومة يمدي بهال 20 شوف احنا في فتره ثانية. سابقه كنا نعتمد على ما عندنا مشكله روح الجوجل ايه؟ في ايام التجوري روح الجوجل بس صح. يمديك هني ايه. الكلام ايه. ما يمديك لان هذا نوع من انواع البحث لكن في هالفكره راح تكون مراحل المرحله الاولى هي السؤال راح يكون اتصالات الجمهور ايه. دش اتصل وتعال سواء بالفيديو او باتصال هاتفي لك 20 ثانيه ال20 هذه مستمر جاوب وقف اسالك
خلال 20 ثانيه تمشي في تكنيك معين فيها. بعدين راح يكون في عندنا ايضا تكمل الفقره الثانيه راح يكونون في الاستوديو موجودين. حلو. شوف متعه المسابقات هذا بنفس اليوم ولا بيوم ثاني بتجيبهم؟ لا لا هم راح يكون في ناس عن طريق التليفون وفي ناس موجودين في الاستديو. اوكي عرفت شلون؟ لان هذا اكبر قدر من الناس بيهم يشاركون يربحون ويستانسون في البرنامج. اي يعني مو فقط اللي حاضرين داخل الاستديو لكن ايضا اللي بالبيت لهم نصيب من خلال الاتصال. يوم شفت الكرم شلون صاير؟ شفت الكرم. عدل. لان العام التجاري كان يمكن اتصالات بس بسبب الظروف اللي كانت موجوده. نعم بالضبط. وكورونا غير كانت ذاك الوقت يعني الظروف كانت مختلفه جدا واحنا طوعنا فكره للظروف المره. لا وبعدين انا اذا ما يصير جبالي واقول له اصعد وانزل ها ورقمك واللي عندك واخر شيء وش تبي والوقت لك وها وانا مالي شغل والموضوع عندك. زين حسنا عندك لازمه والله. كل سنه لازم في لازمه متعودين لكن قبل شوي نسولف فيها فيه لكن للحين ما لا هي فيه. شوفي اللي عنده خبره يخش شيء ونشوف الهواء شو يطلع وياه. يجرب اول شيء باول انا مذهب شيء ونشوف الهواء شو يطلع ويانا ان شاء الله باذن الله. اكيد وهذا الاهم من ذلك ان الناس تكون مستانسه تستانس ان شاء الله. اكيد بوجودك ورمضان كريم وتلفزيون الكويت اكرم ان شاء الله باذن الله. اكيد بوقيان يعني السنه اللي طافت رغم الظروف الفكره كانت جدا جميله بانها تصل حق المشاهدين في برنامج مسابقات. نعم. التجوري هالسنه ب 20 ثانيه احنا متحمسين. شنو حاب تقول حق كل محبين برامج المسابقات؟ والله انا اقول متعه رمضان دائما بالبرامج الجميله المسابقات بالذات. في برامج يمكن الناس تسال ليش بركات يروح حق برامج مسابقات في رمضان؟ هو شغف لدى بركات اساسا شخصيا معلومات عامه وفكره شلون تطوعها. وفي رمضان ناس تبي تربح تبي تستانس تبي تقتني معلومه. انا بس ابي اشدد على نقطه عبد الله احنا مش مجرد ربح. لا احنا ربحنا لك معلوماتك العامه ثقافتك العامه. احنا نعطيك اسئله نعطيك السؤال وانت تاخذ بالاجابه ونزيد عليها المعلومه الاجابه ركيزه اساسيه حرص عليها فريق الاعداد اللي يراسه اخوي محسن العلوي وطاقم البرنامج. حرصوا على ان انت ما تطلع بس بفلوس تطلع بمعرفه بشيء يحاكي عقلك. جميل. يزيد الى رصيدك. حلو. بس اعلى قيمه مبلغ جائزه كم؟ بالدولار ولا بالدينار؟ بالدينار. قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ قبل رمضان ولا بعد رمضان؟ شوفوا انا هم نبهوني لا تشرح لا تشرح البرنامج كله. البيزات كم يا بركات؟ بيطلع لاكثر من عيدي يعني مو في جائزه كبيره. اي في جائزه تقريبا اقول ولا ما اقول؟ قول قول. في جائزه بتطلع ب 750 دينار. تخيل ممكن تطلع ب 750 دينار يعني بشيء بسيط. جميل. انت عاد وشدت حيلك ولا وفي تقدر تجمع مبالغ كلهم مع بعضهم. لكن اللي بقوله ان ما حد راح يطلع خسران في هذا البرنامج. هذا اللي هذا الشيء. ما في سؤال اللي يخسر المبلغ كله هذا؟ ما في ما في ان شاء الله بيطلع بشيء. كل الاحوال بيطلع ولكن لازم تطلع بشكل يليق فيك ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك بركات وكل عام وانت بخير وموفقين يا رب انت وكامل فريق العمل. وانت بخير وصحه وسلامه. عسى الله يعود علينا وعليكم ان شاء الله بامن وامان والناس تفرح. نبي نفرح. نبي فعلا نفرح. نبي نفرح ان شاء الله. عسى الله يحفظكم. مشكور عساك على القوه وشكرا لوجودك معنا. الحين بننتقل حق برامج الاطفال والاعمال المختلفه اللي راح تكون للطفل. مسلسلات كرتونيه في عمل خاص بالاطفال اسمه فريق الانقاذ وغيره يعني شوفوا معنا احسن. مسلسلات وبرامج الأطفال للدورة الرمضانية لهذه السنة. أنا لا أفهم شيئا. ما الذي ترمي إليه؟ أنت في الجزيرة التائهة. اليوم رح نتكلم عن مهنة حلوة ولها مستقبل كبير. لكن دوركم الحين كتبوا لي بهاشتاج لما نكبر هل حبيتوا مهنة التصوير؟ على أعتاب بلاد جديدة. من يكون رماح؟ وما هذه الكلمات التي يكتبها؟ رماح مثل ولدي وسأعتني به. نحن القراصنة يا زعيم. إنها خريطة. دعوني للحظات. الخريطة هنا تشير إلى مكان الكنز على جزيرة في البحر. إنها الجزيرة التائهة. ستكون أنت الطعم يا سمكر.
أكيد شفنا معاكم مجموعة من البرامج الخاصة بالأطفال اللي راح يتابعونها أكيد كل أطفال الكويت والخليج والوطن العربي. في مجموعة من المسلسلات الكرتونية الحديثة الجميلة اللي راح تكون جميل جدا. يعني مثل ما قلنا لكم دائما عودكم تلفزيون الكويت على أن تكون الدورة البرامجية خاصة بكل أفراد العائلة، ويحلو يمعتنا لما نتجمع على سفرة رمضان بالإفطار أو بالغبقة أو حتى بالسحور، وهذه المواقيت المهمة كلها مدروسة بعناية عندنا بتلفزيون دولة الكويت على قناتنا الأولى. مثل ما أنتم عارفين والكل يعني صراحة الأمانة، البرامج الدينية عندنا في تلفزيون دولة الكويت لها نصيب مهم جدا ووافر جدا، خصوصا عليها إقبال من كافة الدول الخليجية والعربية. راح تتنافس السنة هذه عدد من البرامج الدينية بأسماء لشخصيات كلنا نجلها ونحترمها، يمكن راح تكون من خلال الشريط اللي راح نوريكم إياه الحين بعجالة، لكن هي عدد من أجمل البرامج الدينية اللي راح تكون لها روحانيات خاصة بهذا الشهر الفضيل. أكيد مجموعة من المشايخ الفضلاء اللي راح يكونون موجودة، يعني الأفاضل الموجودين أكيد معانا في شاشة تلفزيون الكويت، راح تتابعونا من خلال هذا الفاصل. برنامج رياض الصائمين. برنامج يومي نتناول فيه الأحاديث النبوية الواردة في الصيام، وذلك بشرحها والفوائد التي نستفيدها منها في حياتنا. برنامج على خطى الأنبياء. دقائق معدودة مع فوائد عديدة نتفيأ من ظلالها ونتجول من خلالها في بساتين أخلاق من اصطفاهم الله للرسالة واختارهم للنبوة فأدوا الأمانة، ويكفيهم شرفا وفضلا أن الله عز وجل قال فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تعرف على جميل سجايا تلك الرسل. برنامج هدى للمتقين. برنامج في بيوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوتكم برنامج حواري نطله فيه عليكم في شهر رمضان المبارك، يستهدف ما يشغل بال الأسر من جوانب نفسية أو صحية أو اجتماعية أو تربوية أو حتى شرعية أو إيمانية. نقدم في هذا البرنامج بعض الحلول لتساهم في استقرار الأسر، وهو الاستقرار المشروع. آية وحكاية من تقديم الشيخ مشاري العفاسي. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. تعرف عليه من تقديم الدكتورة مريم العويش. طول عمري من بهر بعقلية السعداء، طريقة تفكيرهم، شلون عايشين تفاصيل حياتهم، المهارات اللي عندهم. في هذا الموسم راح نتعرف على الله بأسمائه وصفاته، ونعلم بأن القوي هو
هو الذي يعطينا الهدوء عند الأزمات. أكيد شفنا معاكم هذه المجموعة الطيبة من البرامج الدينية، وفي برنامج تكلمنا إحنا خلال هذه الحلقة غادة عنه، بس ما تكلمنا عنه بشكل مفصل، وهو يعني شنو سفرة مدفع الإفطار. إيه، وهو سفرة رمضان، يعني لازم يكون هذا البرنامج مدفع الإفطار، وهذا الشكل اللي في السنوات الثلاث الأخيرة يعني كان يتم تصويره بأكثر من لوكيشن. المدفع دائما بقصر نايف. صحيح. دائما. في بيت العثمان بعد كان. بيت العثمان عاد الأكشن كله يصير هناك. صحيح. فهالسنة ما يندرى، أتوقع زميلنا سعد الخلف راح يكون مجهز لكم يعني مسابقات خفيفة، راح يكون في طلة مختلفة لهذا البرنامج اللي صار لسنين يعرض على شاشة تلفزيون الكويت، والكل يعني خصوصا الصغار ينطرون ضربة المدفع. كل الناس تنطر هذا البرنامج أكيد، اللي دائما ما نخلي زميلنا سعد الخلف يتفطر فيه بالبيت. يكون بغرب. أتوقع تعود الحين بكورونا، يمكن السنة الوحيدة اللي تفطر ويا أهله. على العموم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، يعني عطيناكم نبذة مختصرة عن العديد والعديد من النجوم اللي يزينون شاشة تلفزيون الكويت، سواء نجوم الدراما أو البرامج اللي حرص كل العاملين في تلفزيون الكويت أكيد، وأيضا السيد تركي المطيري الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون حرص مع فريقه على اختيار البرامج والمسلسلات بعناية خاصة جدا لتكون يعني مناسبة لذائقة أهل الكويت وأهل الخليج كلهم. أكيد هذه هي المجموعة والكوكبة من الأعمال الجميلة الدرامية وأيضا البرامج الثقافية والدينية والاجتماعية، برامج الطبخ، يعني مجموعة طيبة موجودة على هذه الشاشة اللي دائما تحب تجمع كل أهل الكويت وأهل الخليج والوطن العربي اللي يتابعونها، وأكيد تميزت بمجموعة البرامج المختلفة. احنا نقول عادت عليكم، ويا حلو يمعتنا اللي دائما تكون على شاشة تلفزيون الكويت وتكون يعني تراضي كل الأذواق المختلفة. إن شاء الله يا رب. إحنا راح نخليكم على خير، ونتمنى لكم إن شاء الله بقية أمسية سعيدة، ونشوفكم على خير بإذن الله. مع السلامة. مع السلامة، تصبحون على خير. يدشون واحد واحد ليلة جونة إن شاء الله. الدورة الرمضانية لتلفزيون الكويت 2023 حملت كالعادة مفاجآت للجمهور. شرايك؟ خوش حكي. عبالي السسبنشن عندك تعبان. عشان تظل هالشاشة في الريادة. الحمد والشكر يا كريم. أي شيء يلزمك ترى احنا بالخدمة. فيني يما ولي يرحم والديك. أنا حسني وايد كبرتها. باقة من البرامج الدينية تناسب الأجواء الروحانية للشهر الكريم. شنو توجه له رسالة؟ ما راح ياخذ مكانك بالجنة. يقدمها كوكبة من المشايخ ورجال الدين المختصين. شلون عايشين تفاصيل حياتهم؟ يتصوري هذه آية التفاؤل. ومجموعة من البرامج منها المنوعة والمسابقات والترفيه اللي تناسب كل أفراد الأسرة. من منكم ما يحب يشوف المسلسل اللي هو يحبه أو الفيلم اللي هو يحبه ويتعلق بأبطاله؟ جمع تلفزيون الكويت عمالقة الدراما عشان يكون في تنوع بالمسلسلات الرمضانية اللي يحبها الجمهور. يلا يابا، فري فري هذه. أنا فايزة. جيد. والحين يا الوقت للإعلان عن الأعمال الدرامية مش قريبة اللي راح تنعرض على شاشة تلفزيون الكويت خلال شهر رمضان 2023. نرجو من الله سبحانه وتعالى إنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا.